بتاعي ونبدأ شير سكرين. دكتور نعم بعد إذن حضرتك، كنت عايز أسأل على الأوفيس أورز لو في، يعني هو ممكن طبعا، هو يعني اكيد في اوفيس اورز، بس انا كنت يعني انا ما عنديش يعني اوفيس اورز محدده، بس لو انت عايز تقابلني ممكن نتقابل يوم الاربعاء لو انت موجود، او ممكن تبعت لي ايميل وانا احدد لك ميعاد نتفق عليه. لو الدنيا بايظه خالص ممكن برضه نخش انا وانت يعني سولو على التيمز، فانت تفضل. اني مين اللي بيكلمني الاول بس عشان معلش والله مش شايف دلوقتي. ناد محمد باشمهندس نادر. محمد نادر. ايوه ايوه باشمهندس، لو انت موجود يوم الاربعاء في الكليه انا ممكن اقابلك مثلا الساعه 9:30، تمام؟ 9:30. لو مثلا او 10 يعني بدري، لو ده مش، او في برضو يوم الخميس. يوم الخميس انا بدي محاضره للبرامج من 10 ل 12، يا قبلها بعدها افضل، ده برضو بديها لايف في الكليه. تمام، هو الأربعة ميعاد كويس يعني، كده كده احنا بننزل الأربعة يعني. لا لو انت كده كده تنزل الاربع يبقى يعني ابعت لي ميل عشان لو حصل اي حاجه وفي اي حاجه اتغيرت اقدر ابعت لك، بس لو ما فيش حاجه يبقى ممكن تقابل مثلا الساعه 9:30 او 10 وانت جاي الكليه. هو انا هبقى موجوده في الكليه يوم الاربع يعني. يوم الأربعة يعني كله يعني، ولا هو يوم الأربعة الساعة 9؟ لا هبقى متواجده بس ممكن يبقى عندي شغل او حاجه عشان كده مش عايزه يعني. طب ممكن تبعت لي ميل عشان بس، او على التيمز برايفت، واحنا عشان لو حصل حاجه اقدر اكوميونيكيت معاك دايركت، ماشي. او انا نسيت الميعاد بعت اللي حضرتك على تيمز، بس حضرتك شفت المسج تقريبا وما ردتيش. انا. ثانيه واحده معلش، انا والله بدي 3 كورسات، فثانيه واحده معلش انا بعتذر. ثانيه واحده على التيمز. بسم الله. مسجز. محمد نيل يوم الجمعة صح؟ مظبوط. تمام ماشي خلاص اوكي. انا هكتب حاجة عشان خليها في الاول. اوكي ماشي يا نادر، انا شفتك خلاص. في أي حاجة تانية غير طلب محمد نادر؟ نشير بقى السكرين عشان نبدأ. طبعا فضل لنا كان جزء بسيط جدا زي ما باشمهندسة رولا ساعدتني كده، كان فضل لنا جزء بسيط بعد ما اتعلمنا مع بعض، او كنا احنا خدنا الزد انبوت واتكلمنا على الاكزامبل ده، كنا فضل لنا شوية سبيشال كيسز صح؟ صح يا رولا ولا ايه؟ هو ده تمام يا دكتور علي. تمام. وقفنا عند الحته دي، هو ما فاضلش كتير يعني، والنهارده هنبدا سميث شارت. وبمناسبه السميث شارت هطلع بس انا مش شير ثانيه واحده، هبعت لكم فايل دلوقتي مسج على التيمز دلوقتي عشان كل الناس تبقى شغاله بيه في بقيه المحاضره، او اللي عايز يبرنته برده في البريك، او يعني يروح يبرنته. انا بعتذر ان بعتوش من قبل كده، بس ثانيه واحده يعني شرط النهارده تعملوا له برنت، بس المره الجايه يبقى معاكم برنت منه. اوكي طبعا شايفين الفولدرز بتاعتي دلوقتي، بس اتس اوكي. برضه ممكن ارفعه على ام اس. الفايل اللي ببعته ده خاص بالجزء اللي هنكمل بيه شرح النهارده اللي هو سميث شورت، المفروض كده هيوصل على التيمز دلوقتي جوه المحاضره. السميث شورت ده PDF فايل، ودي نسخه يعني هاي كواليتي للسميث شورت عشان تشتغلوا بيها، او ممكن حتى لو انتوا على الكمبيوترز دلوقتي تستعملوها وتعملوا مثلا نوتيشنز او هايلايتنج او تكتبوا اي ملاحظات وتتابعوني في المحاضره واحنا مع بعض. نرجع بقى لللكتشر او السبيشال كيسز اللي اتكلمنا عنها. ايه هي السبيشال كيسز؟ احنا خدنا قوانين مع بعض بتفيدنا في الترانسميشن لاين ثيوري. من القوانين المهمه جدا او القوانين اللي احنا درسناها زي ما انا هكتب دلوقتي على السكرين، المفروض كلنا شايفه الشير سكرين بتاعتي. خدنا معادله في اوف زد اللي هي الفولتج اكروس ترانسميشن لاين، اند فانكشن اون ذا بوزيشن اون ذا ترانسميشن لاين.
اخدنا الاي برضو اوف زد، اخدنا كمان معادله زد انبوت اللي احنا قلنا فيها ان احنا لو في عندنا ترانسميشن زي الرسمه اللي قدامكم دي مثلا احد السبيشال كيس، هقول ليه سموها سبيشال كيسز. لو عندك ترانسميشن لاين ليه طول ال معين وليه كاركترستيك امبيدنس زد نود زي اللي انا بعلم عليها وراكب فيها لود في الاخر، وات از زد انبوت اكروس ذيس ترانسميشن لاين. فخدنا قانون زد انبوت ده اللي هو ازاي تقدر تريديوس الترانسميشن زائد الشورت سيركت اللي معاه او زائد اللود اللي معاه ان وان. القانون الكبير اللي خدناه المره اللي فاتت اللي هو القانون اللي قدامكم ده، زد انبوت ات سيرتن انبوت فور ترانسميشن لاين. فدي دي زد انبوت تمام. وطبعا هنلاقي ان في بعض دلوقتي هنتكلم على بعض السبيشال كيسز. السبيشال كيسز بتختلف، تعالوا كده انا هحط بس سلايد، انا بحب اكتب او بحب اشرح بطريقتي. ان هنحط في سبيشال كيسز، في سبيشال كيسز في ترانسميشن لاين ثيوري. انا هعمل فول سكرين كده. في تو سبيشال كيسز بيعتمدوا على ايه؟ كل الناس شايفه السكرين اللي انا بكتبها دلوقتي؟ اه تمام يا دكتور. تمام، لو حد بس مش شايف يقول تمام. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان احنا بنحسب بتعتمد على حالات خاصه لايه؟ حالات خاصه لنوع اللود، التايب اوف اللود اللي راكب على الترانسميشن لاين. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو عندي ترانسميشن لاين كونكتد عليه زد لود، بس زد لود خاص شويه يعني one of the special cases. طب ايه هي الحالات الخاصه لللود؟ الزد لود ده لو كان شورت سيركت، الزد لود ده لو كان اوبن سيركت، الزد لود ده لو بنسميه ماتشد لود. واحنا اتعرفنا المره اللي فاتت قيمه ماتشد لود يعني زد لود بتساوي زد نود، بتساوي زد بتساوي الزد لود يساوي الكاركترستيك امبيدنس بتاع الترانسميشن لاين اللي هو راكب عليه. دي حالات خاصه. طب الحالات الخاصه الثانيه تعتمد على ايه؟ على طول الترانسميشن لاين، اللينس بتاع الترانسميشن لاين. طب هل بتختلف؟ اه بتسهل في الفهم حاجات كتير. لو طول الترانسميشن لاين اللي انا متوصل عليه طوله لاندا باي 2 بيبقى دي حاله خاصه، لو طوله لاندا باي 4 بيبقى في حاجه كده برضو حاله خاصه وبنسميه لاندا باي 4 ترانسفورمر سيكشن، وهنشرح الكلام ده دلوقتي تمام. حسب اطوال الترانسميشن لاين برضو في حالات خاصه. هنعرف يعني ايه حالات خاصه؟ يعني لو انت اول ما تشوفها تعرف ان قيمه الزد انبوت بقيمه معينه. لو انا عايز اعرف هنا بقى الزد انبوت بكام، لو انا لقيت ان انا بماتش حاله من الحالات الخاصه يبقى انا عارف انها على طول ممكن برقم معين او بستيتس معينه كده من غير ما اقعد اعمل فول اناليسز من اول وجديد. طبعا بيبقى فاهم السبيشال كيسز دي ممكن تبقى جزء من مساله وتوفر عليه كتير في المسائل. فلو جينا بصينا مع بعض من اول الحالات الخاصه، ان احنا عندنا يكون اللود اللي راكب على الشورت على الترانسميشن لاين يكون شورت سيركت. يعني ايه يا دكتور؟ يعني زد لود هيساوي زيرو. طب ده بيفرق معايا في ايه؟ اقدر اعرف زد انبوت بكام؟ شايفين القانون بتاع زد انبوت اللي كان عندنا هنا اللي هو زد انبوت بيساوي زد نود زد لود زائد زد نود. طب لو زد لود بزيرو قيمه زد انبوت هتبقى بكام؟ لو الناس كلها قاعده معايا في المحاضره دلوقتي تتخيل كده. لو تعالوا ناخد كوبي كده من المعادله دي، لو انا هقدر اخرج من هنا احاول اخد الايكويشن دي كنترول سي ونرجع هنا مثلا insert slide blank واحطها هنا عشان كل الناس تقدر تتابع الحالات الخاصه. بصوا كده، لو انا عندي الحاله الخاصه لما زد لود هيساوي زيرو يبقى زد انبوت هتساوي كام يا جماعه؟ التعويض هتبقى جي تام بيتا ال بقى. يعني انا لو موصل الترانسميشن لاين على لود وطلع لود ده شورت سيركت وده ليه زد نود كاركترستيك ام بي يبقى ايكويفالنت لايه؟ اللود زائد الترانسميشن لاين. ممكن استبدله بسيرتن زد انبوت، استبدل القطعه دي كلها بالايكويفالنت بتاعه اللي هو زد انبوت. زد انبوت بكام؟ هو جي زد نود تان بيتا ال. جي زد نود تان بيتا ال. يعني ايه؟ يعني تحول اللود كله لايه؟ للرياكتيف بارت، او تحول الايكويفالنت سيركت للترانسميشن لاين راكب عليه لود اللي هو للرياكتيف بارت بالشكل ده. ممكن زي ما قلنا اهو نرجع تاني، ممكن برضو كمان تعرف الفولتج
اكروس الترانسميشن لاين ده لو انت في حاله شورت سيركت هتقولي طب ايه علاقه الفولتج او الكرنت بانك مركب لود شورت سيركت؟ اقول لك لا، ليه علاقه كبيره قوي. ليه؟ لان في اللي هو بيظهر في معادله الفولتج هو عباره على في نوت بوزيتيف هو بيساوي جاما اللي هي الريفلكشن كوفيشن، والريفلكشن كوفيشن اصلا متعرف باللود دلاله ايه؟ اللود. فبرضه القيمه بتاعته ممكن تغير شكل معادله الفولتج او معادله الكرنت. ادي معادله الكرنت كمان اهي، تمام؟ برضه ممكن نكتبها حتى في الصوره المختصره بعد ما فكينا الفيزور فورز اللي هي ايوس جي بيتا ال وايوس ماينس جي بيتا ال، ممكن ندمجهم في صوره مختصره بساين او كوزاين وتوصلوا لنفس العلاقه بتاع الزد انبوت اللي جبتوها من القانون اللي انا لسه ايه كاتباه. يعني ممكن نجيب زد انبوت بطريقتين، ان احنا عن طريق ان احنا نعمل نجيب معادله الفولتج او الكرنت عند بدايه الترانسميشن لاين عند التيرمينال ده اللي هو زد تكافئ زد بيساوي ماينس ال، وبعد كده نقسم الفولتج عند على الكرنت ونحسب الزد انبوت، او ان بالتعويض المباشر داخل القانون. تمام؟ بالتعويض المباشر في القانون. طيب ايه برضو اللي بيترتب على الحالات الخاصه ديت؟ ايه اللي بيترتب على الحالات الخاصه دي؟ ان ممكن اقول طب ايه الايكويفالنت بتاع الدايره دي؟ يعني الجي نود جي زد نود تان بيتا اللي احنا لسه قايلين عليه ده، هل ده بيورلي رياكتيف ولا بيورلي مثلا اندكتيف ولا كاباستيف؟ هتلاحظوا لو حسب المعادله هيكون حسب الفريكونسي اللي انت ايه شغال عليه، بس ممكن برضو تحطها في الصوره على صوره كومبوننت. لو عايز ترجعها في شكل كومبوننت بقى ممكن تجيب ال ايكويفالنت او السي ايكويفالنت من معرفتك للزد انبوت اللي هي جي زد نود تان بيتا. تمام؟ هتقولوا لي طب جبتي منين الاوميجا؟ هقول لك ان لو هو اندكتيف هيبقى الزد انبوت جي اوميجا ال ايكويفالنت، ولو هو كاباسيتيف واحد على جي اوميجا سي ايكويفالنت. تمام؟ وفي الحاله دي لو عند فريكونسي معينه تقدر تتعرف على الايكويفالنت كومبوننت تستبدل بيها اللود كمان. طيب في حالات خاصه ثانيه، لو طبعا الرسومات اللي على الجنب بتمثل الفولتج والكرنت والامبيدنس. في حاله ثانيه، لو اوبن سيركت هنلاحظ ان لو انا عندي اوبن سيركت هنلاحظ ان الزد انبوت بتاعنا هو ايكويفالنت لكوتان المقلوب بتاعها، تمام، بيتا ال بنفس الطريقه. لو انا حاطط اوبن سيركت يعني بعوض في الاوبن سيركت كونديشن، بعوض ان الزد لود تندز تو انفينيتي. زي ما قلنا في حالات خاصه بقى، او طبعا لو الزد لود بقى بيساوي الزد نود، لو الزد لود بقى تعالوا برضه احنا قلنا في زد لود بانفينيتي، هنا في الحاله دي زد انبوت هتساوي ايه؟ جي زد نود كوتان بيتا ال. جربوها لو عايز تعوض بزد لود بانفينيتي اللي هي اوبن سيركت بوزيشننج، هتقسم فوق وتحت على زد لود، فدي تروح ودي تروح ودي تبقى على زد لود برضه تبقى في صفر. سوري دكتور لو سمحتي. ايوه، هو احنا شفنا لما تبقى اوبن سيركت هتبقى زد لود ب 377. انا قلت كده، هو احنا قلنا لو سبنا لا معلش، هو هنا حصل كونفيوجن. هو انا قلت لو احنا عندنا الزد لود انفينيتي ده انا بركبها كده اوبن سيركت ترمينيشن، لكن لو قلت لكم لو احنا سايبين التيرمينال او الترانسميشن لاين مفتوح للهواء، مفتوح للهواء، في الحاله دي بتعوضه عن زد لود بزد ايه انترنسك بتاعه الاير اللي هي 377. لكن انا بقول لك من الحالات الخاصه ان زد لود انفينيتي يعني اوبن سيركت. اوكي، انا حصل لي كونفيوجن ما بين اوبن سيركت وان احنا سايبينها. لا فرقت، لا حسب اللي انا بقوله، قلت اوبن سيركت يبقى انا قصدي بيها الانفينيتي. طب لو زد لود يا جماعه بتساوي زد نود، هتبقى زد ان زد نود. ايه؟ هتبقى زد ان هي زد نود اصلا، هتبقى الزد انبوت هتساوي زد نود. يعني معنى كده ان انا في مساله محطوط لك زد لود وراكب على ترانسميشن لاين ولاحظت ان زد لود بيساوي زد لود، فانت مش محتاج تعوض في اي قوانين، خلاص انت عارف ان الزد انبوت بتساوي ايه؟ زد نود على طول. او سوري، زد انبوت بتساوي ايه؟ زد لود. اكيد الترانسميشن لاين ده شفاف ومش مأثر في اي شيء. لو زد لود بيساوي زد نود يبقى في الحاله دي، سوري، يبقى زد انبوت بيساوي زد نود. اسف. دكتور ايه تاني؟ نعم. طب هو اصلا مش هتفرق اصلا، مش زد نوت ايكوال زد لود اصلا؟ طب مش هتفرق ولا ايه؟
نعم الاكويشن حضرتك اخر واحده كاتباها مش لو عندنا زد نوت ايكوال زد لود الانبوت هتبقى ايكوال اي واحده من الاثنين عادي لا مش هتبقى اي واحده من الاثنين لو زد انبوت بتساوي لو زد لود بيساوي زد نوت هتعوض في المعادله دي زد لود بيساوي زد نوت فكل البراكت ده هيطير ويفضل ان زد انبوت بتساوي زد نوت اوكي تمام تمام طيب ايه الحالات الخاصه الثانيه الحاله من الحالات الخاصه الثانيه بقى اللي هو لو طول الترانسميشن لاين بقى لاندا باي 2 طب ده يفرق في ايه يا دكتور هيفرق ده لما اتكلمنا عن في حالات خاصه بيزد على في حالات خاصه بيزد على طول الترانسميشن لاين انا جبت لكم معادله الترانسميشن لاين اهي ثاني كزد انبوت وبنشوف بقى لو طول الترانسميشن لاين بقى سبيشال يعني طوله لاندا باي 2 او مالتيبلز من لاندا باي 2 طب ده يفرق معايا يا دكتور هيفرق معايا لو انت عرفت ان طول الترانسميشن لاين انت كاتب عليه لاندا باي 2 ده معناه ان الترم بتاع بيتا ال اللي موجود في ايكويشن زد انبوت اللي هو 2 باي على لاندا مضروب في لاندا باي 2 هيبقى بكام هيبقى باي وتان باي بكام زيرو الترم بيتا ال اللي هيظهر هنا ده اللي ليه علاقه باللينس لو عوضت بطول لاندا باي 2 او مالتيبلز من لاندا باي 2 هيديك بيتا ال بكام ايوه كده بيتا ال باي وده معناه تان باي بيساوي زيرو ما ده السؤال انا كنت بحاول حد يرد عليا فيه فالتان بزيرو يعني الترم ده راح والترم ده راح في الحاله دي زد انبوت هتساوي ايه بقى في الحاله دي هتساوي زد لود اللي هو انا كنت بقول لكم يعني الترانسميشن لاين شفاف لو انا مركب زد لود على ترانسميشن لاين والترانسميشن لاين ده انت غيرت مثلا الفريكوانسي في اوبريشن او اللاين ده بقى لاندا باي 2 فاكيد الترانسميشن لاين ده ايه اكنه مش موجود ان الزد انبوت تكافئ زد لود من اشهر بقى طبعا دي الحاله بتاعت زد لود بتساوي زد نوت اللي هي الماتشنج كونديشن لسه قايلينها تمام من الحالات بقى اللي هي جميله جدا او بيستعملوها كتير قوي في او من الحاجات اللي هي بدايه الماتشنج سيركتس الكوارتر ويف ترانسفورمر الكوارتر ويف ترانسفورمر كفكره بيقول لك ان انت لو عندك ترانسميشن لاين بس طوله بقى لاندا باي 4 وليه سيرتن كاركترستيك امبيدنس زد نوت وراكب عليه زد لود قيمه الزد انبوت بكام هنرجع نعوض في القانون هو لو طول الترانسميشن لاين لاندا باي 4 هيحول لك بيتا ال لباي على 2 طب باي على 2 ديت معناها ايه؟ ان التان بتاعي بانفينيتي تان باي على 2 بكام؟ انفينيتي اول ما بيظهر لكم ترم الانفينيتي في المعادلات ففي الحاله دي في الحاله دي لازم تقسمه فوق وتحت على الترم ده في الحاله دي انتوا لو عوضتوا في المعادله اللي فوق هتلاقوا ان زد انبوت اللي المفروض تطلع لك لو طول اللاين لاندا باي 4 هي زد نوت سكوير على زد لود طب ده معناه ايه الناس بقى في المايكروف بتستعمل الايكويشن الظريفه دي بايه يقول لك لو انت اللي جاي ده لو انت عندك زد لود بقيمه معينه وعندك فيد لاين بقيمه ثانيه 50 وانت عارف ان 50 و100 مش قد بعض يبقى هيحصل ايه لو ركبتهم من غير الترانسفورمر اللي في النص ده او السكشن اللي انتم اللي انا شاورت عليه دلوقتي ده يعني سي عندك الفيد لاين ده اللي داخل ركبته على لود ابو 100 انتوا عارفين كويس قوي اللي اتعلمتوه معايا ان هيحصل بسماتش عنيف وجزء كبير من الباور هيروح بقيمه قد ايه هيروح بقيمه جاما بتساوي اللي هي زد لود ناقص زد لود على زد لود زائد زد لود ده لو ال 100 دي متوصله دايركت بال 50 دي. يجي يقول لك طب تعالى ايه ما تيجي نوفق ما بينهم مش عايزين الباور دي كلها تروح. طب يعني نعمل ايه؟ التوفيق بقى ده في عرف الالكترومجنتيك ويف هو لاندا باي 4 لاندا باي 4 ترانسفورمر. اللي هو ايه؟ هات يا عم سيكشن بطول لاندا باي 4 خلاص واحنا هنشوف ايه الكاركترستيك امبيدنس بتاعته اللي احنا عايزينها اللي تخليهم يشوفوا بعض زي بعض اللي هو يوفق اللود للفيد لاين. ده ممكن يا دكتور ممكن ازاي بيبقى الانون اللي في السكشن ده قيمه الكاركترستيك امبيدنس اللي تعمل التوفيقه دي اللي تخلي زد انبوت اللي هنا قد زد لود اللي هنا تماتش مع ده طب ودي تتعمل ازاي يا دكتور بقول هجيب لاندا باي سكشن من الترانسميشن لاين احطهم بيناتهم وطول اللاين ده لاندا باي 4 طب الكاركترستيك امبيدنس بكام الكاركترستيك امبيدنس بتاعته هتبقى هي القانون اللي انا مش عارفه ففي الحاله دي زد انبوت اللي هي في حالتنا بتبقى هي ال 50 اوم او الفيد لاين
بتساوي زد نود سكوير اللي انا بدور عليها بتاعت السكشن اللي انا هدخله في النص على قيمه الزد لود اللي انا عارفها اللي هي مين. لو انا عملت كده اقدر اوجد الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين اللي هو لو اتحط في النص يقدر يخلي الفيد لاين يعني اللي يبقى كومباينيشن بتاعت اللود مع اللاين ده هم ال 50 اللي جايه ايه من هنا. تمام. في الحاله دي اللاندا باي 4 ممكن يبقى تبقى مساله وتجيب زد انبوت اللي انت بتدور عليها. تمام. وممكن تستخدم بطريقه عكسيه انها تستعمل كماتشنج سيركت ايه مش حاله خاصه بس لكن تستعمل كمان كماتشنج سيركت وتعرف تعرف ايه الزد انبوت بتاعك. معايا؟ وانا عايز دكتور بس وانا عايز الزد انبوت عند الاي اي داش تبقى بكام عشان اعمل ماتشنج؟ تبقى ب 100 مثلا تبقى 50 ولا ايه؟ تفتكر انت هتبقى بكام؟ انت عايزها 50 عشان الفيد لاين ده ابو 50 يقابل 50 فيحصل ماكسيمم باور ترانسفير صح كده؟ تمام. بس هل يعني اصلا مقسمها في دماغي مثلا لثلاث حتت يعني بعد الاي والاي داش انا كده مثلا داخل ب 50 وعندي لود 100 ولا هي كده هتبقى 100 و100؟ مش ثلاث حتت. انت بقى الكومباينيشن ده اللي هو لاندا باي 4 الحته دي على بعضها بقت ب 50. اللاندا باي 4 سيكشن ده خلى ال 100 اتشافت 50. في صمت رهيب. السؤال فين؟ ماشي طيب ما اقول اكمل. هي شافت 50 الزد لود ب 100 مش انا المفروض عشان اعمل ماتشنج تبقى الزد لود قد الزد نود مثلا اللي داخل عليها يعني اللي انا شايفها من عندها؟ لا انت دلوقتي انت حاطط الترانسفورمر ده عشان الفيد لاين ده يماتش مع اللود ده. يعني انت اصل الدايره كان كابل داخل على دايره بس ده 50 وده 100 مش هتعرف تغير الكابل ولا تعرف تغير اللود. طب ازاي تخلي في ماتشنج بينهم؟ انك تجيب ماتشنج سيركت تتحط في النص. تمام. ما تقاس حاجه تقول لي طب ما تروح تغير الفيد لاين بس ممكن ما يبقاش قادر تقدر تغير. في عيب بقى في الطريقه دي يا جماعه عيب لاندا باي 4 ترانسفورمر ديت ليها عيب براكتيكال قوي جدا. حد يقدر يلقطه؟ في ريفليكشن في الجزء ده ممكن تكون عشان نعزل. طب واحد واحد اتفضل يا باشمهندس الكلام الاول. في ريفليكشن في الجزء على اليمين. في ريفليكشن جزء على اليمين. لا هو مش ده مش هو ده غيره. لازم اللود يبقى ريزيستيف بس. لا مش لازم غيره. وفي الحاله دي طبعا انت كلام فيه بعض من الصح لان الكاركترستيك امبيدنس احنا اتفقنا مش هينفع تبقى ايه الا ريال. بس في العادي يعني لو هو لوسي لاين عادي ممكن الكاركترستيك امبيدنس تبقى ايمج غيره. ما اقدرش اشتغل غير على فريكوانسي واحده بس لو غيرت فريكوانسي الميس ماتش باظ. لان ديت ايه بالظبط كده زي ما الباشمهندس قال احنا هنا شغالين على ايه هتبقى على فريكوانسي واحده بس لو حدنا عن الفريكوانسي او اتغيرت الفريكوانسي لاي سبب ما بقيناش لامدا باي 4 منها. ففي الحاله دي ده بيسموها ايه سمول باند او سنجل باند او سنجل فريكوانسي ايه ترانسفورم. وده بيبقى فيري ليميتد بليميت الانسان اللي هو لو شغال عن تردد واحد ماشي مش فارق معاه تمام لكن لو هو اتحرك كده او كده اي هكه او هكه كده شمال او يمين يبقى في الحاله دي ايه يبقى الترانسفورمر ده ما بقاش لامدا باي 4 يعني ده فريكوانسي ديبندنت ماتشنج. معايا؟ بقى في ترانسميشن لاين ثيوري ان احنا نحسب الباور. ايه هي الباور؟ عندنا ثلاث انواع من الباور في الدوائر بتاعتنا. الباور اللي خرجت من السورس، الباور اللي دخلت اللود، الباور اللي ريفلكتد باك من اللود. لو في اي حاجه بره اللوجيك في الحكايه دي انا محتاج اعرف ثلاث انواع من الباور ودي الافريج باور عشان برضو كل الناس تبقى ايه واخده بالها هي بتحسب ايه. طبعا انتوا عارفين القانون بتاع الباور اللي هو هاف ريال في ار كونجكت عدى عليكم قبل كده اكيد شفتوه اكيد في السيركس. محتاج اعرف ثلاث انواع من الباور
عايز اعرف الباور اللي خرجت من السورس دكتور الباور الريفلكتد. نعم السلايدز ما بتتحركش، في مشكله في الشاشه. ايوه انا ما حركتش حاجه، بس هو كده اتحرك تاني. احنا عند اكزامبل 11 بس. دكتور هري شير تاني. تمام الباور اللي طالعه من السورس، الباور الريفلكتد، والباور اللي ايه دخل من اللود. كده وضحت؟ انا في سلايد مكتوب التايتل بتاعها باور فلو اون لوسلس ترانسميشن لاين. هي واضحه يا دكتور، بس تقريبا لسه برضه في ديلي في الانوتيشنز، يعني هو لسه معمول دلوقتي. عند حد واحد ولا في ناس شايفه؟ السؤال بس، انا مش شايف غير السحابه اللي حوالين الباور الافريج والاسهم. طيب انا ما كتبتش غيرهم والله. هي الاسهم طلعت متاخر يعني في ديلي في الانوتيشنز. ماشي طيب يبقى زي طب سامعين صوتي، احنا محتاجين نعرف ثلاث انواع من الباور. الانسيدنت باور اللي هي طلعت من السورس اللي عند اسمه السورس ده اللي بعمل عليه دايره دلوقتي بالراحه اهو، ومحتاج اعرف الباور اللي دخلت اللود، والباور لو في باور ريفلكتد من اللود. ميك سنس؟ تمام. معادله الباور اللي هتكون تمام الباور اللي طلع. يا جماعه انا مش سامعه. ايوه بقول لحضرتك تمام ولا مش تمام؟ طيب ماشي تمام. طيب عايزين نعرف الانسيدنت ويف الانسيدنت او انسيدنت باور نعرفها منين؟ هاف ريال في كروس اي اللي هي السحاب اللي لسه الباشمهندس قال عليها، اللي انا بعمل جنبها صح هتيجي بعد شويه دي. تمام طيب هاف ريال فهدي هاف ريال في نود بوزيتيف، في في نود بوزيتيف على زد النود، فادي معادله الباور او ده دي الترم بتاع الباور انستنت اللي طالعه من السورس. مش احنا قلنا في نود بوزيتيف بتمثل الباور انستنت على الترانسميشن لاين؟ طب الباور ريفلكتد ادي الترم اللي انا بعلم عليه، نفس الترم بس مضروب في الريفلكشن كوفيشنت سكوير. طبعا في اشاره نيجاتيف لانها في عكس الاتجاه. طب المجموع بتاع الاثنين او الانسيدنت ماينس الريفلكتد او الانسيدنت والريفلكتد هيديك ايه؟ الديليفرد للود. ادي رقم واحد، دي عباره طالعه من السورس او انسيدنت على الترانسميشن لاين، هنقول انسيدنت على الترانسميشن لاين، ودي الباور ريفلكتد باك على الترانسميشن لاين، ورقم ثلاثه اللي هي دخلت اللود. تمام يا باشمهندسين؟ تمام تمام تمام. ده كده يبقى ده اخر جزء في الترانسميشن لاين ثيوري اللي هو موديول 3. تمام انا هسيب ده عشان ابعت لكم محاضره كامله من غير اي انوتيشن زي ما طلبتوا على الام اس، وبعت لكم كمان الهاند اوتس اللي بتشرح الكلام معايا. طيب بالنسبه للناس اللي في المحاضره دلوقتي وسامعانا، وصلكم الفايل اللي انا بعته على المسجز؟ وصل يا دكتور. واصل. طيب كل الناس بقى تنزلوا عندها دلوقتي على الكمبيوتر اللي عنده فاسيلتي انه يطبعه في البيت. تمام يطبع دلوقتي، ممكن اديكم 5 دقايق كده ايه تظبطوا الدنيا عشان هننقل على توبيك جديد اللي هو الجرافيكال سولوشن يوزنج سميث شارت. ماشي يا جماعه، يعني مش بريك ولا حاجه، جهزوا نفسكم بس للجزء الثاني من المحاضره. انا هقفل الشير بس، انا بطلع المحاضره الثانيه. وايه وانتوا اللي عايز ينزل الفايل يفتحه على الكمبيوتر، هيكتب بقلم، هيعمل، هيجهز ورق، يا ريت، لان سميث شارت محتاجه متابعه خطوه بخطوه. المحاضره الجايه تكونوا طابعينه ويكون كان معاكم برجل وانتوا شغالين معاه. ده ريكوايرمنت كمان عشان تحلوا مساله الامتحان، ما حدش يكسل في انه يشتري البرجل.
انا بطلع بس المحاضره رقم 4 اللي هي مش شورت. دكتور ايوه حضرتك تبي تبعت لنا السلايدز بالانوتيشن برضو؟ انا بعتت الانوتيشن واللي من غير انوتيشن. تمام حضرتك قلتي الانوتيشن والهاند او دي حاجه ثانيه؟ لا واللي من غير انوتيشن. انا طلب مني حد بعت لي رساله على التيمز بعد محاضره يوم الاثنين قال لي يا دكتور ايه ترفعي كده وترفعي كده، فانا رفعت ده وده ورفعت لكم الهاند اوتس اللي هي كنت قلت لكم يا جماعه في سنه كده بتاعت الابحاث ديت اللي هي اول سنه حصلت فيها الكورونا، كانت الطلبه طلبت مني اعمل لهم نوتس بخط ايدي اكني زي ما بشرح كده بصوتي دلوقتي بس مكتوبه. تمام فبستعملها طلبه بتحبها ساعات تذاكر منها يعني زي كده نقول على غرار ورق الدروس يعني. فبرضه بحملها للناس ان الكورس ده كنت كاتباه كله. أنا بس برفع أو بحاول أدخل المحاضرة في الجزء بتاعكو. كل الناس دلوقتي جاهزة معايا او فتحتوا الفايل او يمانج تعملوا نشتغل؟ عايزين 5 دقايق كمان. معلش يا دكتور بس 5 دقايق كمان. ماشي مفيش مشكلة، انا هشرب مثلا كوباية مية وتكونوا
تمام يا جماعة. طيب نبدأ كده نقول بسم الله كده نبدأ المحاضرة ونبدأ الجزء ده. اسم الشورت، ايه اسم الشورت دي يا جماعة؟ بصوا اول جزء في المحاضرة او اول كام سلايد كده احنا هنعرفكم سميث شورت ديت اتعملت كده ازاي. زي ما قلت لكم هوريكم بقى سميث شورت شكلها الاول اللي هي كلنا معانا في ايدينا اللي احنا هنشتغل عليها او اللي احنا ليتر دي بقى اللي هنشتغل عليها مسائل اللي هي الجرافيكال سولوشن. طبعا حد يقول لي طب احنا ايه نستفيد ايه بالجرافيكال، ما احنا ممكن نحل بالقوانين اند سو اون. عايز اقول لكم ان كل زي ما كنت بقول كل اجهزه القياس بتاعت الار اف الانلايزرز او سبيكترم انلايزرز هتلاقوا ان السميث شورت ديت وان اوف ذا اوتبوتس اللي بتطلع على السكرين. فيري كروشال وفيري امبورتنت الناس اللي بتعمل ماتشنج اوف شارت ار اف سيركتس تكون عارفه ازاي تفهم السميث شورت او تقرا الاوتبوت اللي عليها. تمام؟ فيا ريت فده جزء مهم جدا مهم جدا. الناس بتشتغل في الناحيه العمليه وبيعرف بالظبط الدايره بتاعته مكانها فين، يقدر يعرف هي كاباستيف ولا اندكتيف ويقدر يستفيد انه يقدر ينقل الدايره بتاعته او يقدر يعمل لها الماتشنج السليم ويفهم كلمه ماتشنج سيركتس من الجزء ده، او دي بدايه حتى الجزء اللي بيأهلك او يعني ليتر مع مواضيع ثانيه تقدر تتعلم حكايات. فطبعا انتوا زي ما انتوا شايفينها كل الطلبه لما بتشوف سميث شورت بالنسبه لها دي طلاسم بحريه يعني هيروغليفي للدوائر. الدوائر طب اترسم الدوائر ليه اصلا وش بالشكل اللي احنا قدامنا ده؟ فالمحاضره النهارده هتبقى عباره هنفهمكم سميث شورت ومكوناتها قبل ما تبتدي تحل مسائل عليها. فيا ريت عشان كده قلت لكم المحاضره الجايه احنا يعني انا كنت طبعا انا في المحاضرات اللايف في سميث شورت بخلي الطلبه ترسم بايديها وتكتب كل حاجه على سميث شورت. النهارده ممكن تاخدوا نص في ورقه وانا بتكلم، من المره الجايه لو تطبعوها وتكتبوا عليها دايركت هتسهل عليكم كتير في مذاكرتها واستعدادكم للمسائل بتاعتها. تمام؟ طيب اول حاجه سميث شورت. سميث شورت كل الناس شايفه السلايدز اللي انا بتكلم عليها اللي هي اولها تايتل سميث شورت. ايوه دكتور. تمام ماشي. فكره سميث شورت يا جماعه قلنا دي جرافيكال زي ما مكتوب في السلايدز، انا لسه ما بعملش اي حاجه بالقلم عشان بس ما حدش يتوقع ان في ديليز، ان دي جرافيكال ايد او جرافيكال انترفيس فور ترانس فور سولفينج او فور انالايزنج ترانسميشن لاين بروبلمز. انا ضيف كمان عايز اقول لكم باكد ان مفيش اي جهاز قياس ما فيهوش سميث شورت از ان وان اوف ذا ايه فورمز اوف ذا اوتبوت اللي انت تقدر تشتغل عليها. طب هي سميث شورت ديت هتترسم ازاي او اترسمت بالشكل اللي قدامنا ازاي؟ اول حاجه ايه اللي هتعمله سميث شورت؟ سميث شورت هتحل الدايره اللي احنا كنا بنعملها دلوقتي اناليتيكالي هتحلها جرافيكالي. يعني ايه؟ يعني انا عايز اجيب زد لود اللي كان في الرسمه احطه على سميث شورت، انا عاوز الترانسميشن لاين اللي قدامي ده اخده واحطه على سميث شورت واقدر اعرف زد انبوت بكام، كل ده من استعمالنا لسميث شورت. ممكن كمان اديزاين ازاي اعمل ماتشنج للدايره بتاعتي باستعمال سميث شورت، ازاي اتحرك اطول الترانسميشن اتحرك على الترانسميشن لاين. يعني ايه اتحرك يا دكتور؟ يعني لو انا عندي هبتدي اكتب اهو، لو عندي ترانسميشن لاين وعندي زد لود بالشكل ده ممكن اعرف قيمتي عند البوزيشن ده او البوزيشن ده برضو من خلال البوزيشن عند ترانزيشن لاين. ممكن اجيب الايكويفالنت امبيدنس قد ايه؟ ممكن اجيبها. طب الرسم سميث شورت رسم فكرتها ازاي؟ اول عشان نقدر نشوف سميث شورت القاعده رقم واحد ان انا لازم انورمالايز اي امبيدنس. يعني ايه؟ يعني اول حاجه بنورمالايز الامبيدنسز اللي بشتغل بيها بنورمالايزها على ايه؟ بنورمالايزها بالنسبه لزد نود اللي هي الكاركترستيك امبيدنس على الترانسميشن لاين اللي انا بشتغل فيه. يعني لو انا هبتدي اشتغل على ترانسميشن لاين في اول نقطه نورمالايز اول امبيدنس كوانتيتيز بالنسبه للزد نود. ومين هي الزد نود؟ اللي هي الكاركترستيك امبيدنس. طيب السميث شورت عباره عن مجموعه دوائر كتير داخله ومتداخله ببعضها، بس هي اترسمت ازاي؟ اترسمت او ايه التو اكسيز اللي بيمثلوها؟ هي عباره عن دايره بالشكل ده، ده البيزك بتاعها دوائر بالشكل ده. تعالوا بقى هنبتدي ايه ارسم انا
ابتدي هنا انسرت. دكتور هو صوت حضرتك احيانا بيقطع شويه. طيب ممكن اقعد على الكمبيوتر ده كده. او معلش يا دكتور برضو الانوتيشنز لسه فيها ديلي كبير قوي، فبرضو لو ينفع حضرتك يعني استنى شويه. انا لسه ما عملتش اي انوتيشنز. لا الصوت ليه يعني السلايدز اللي فات. نعم انا دلوقتي هنقل على تابلت مود عشان اقدر اكتب بطريقه احسن، فقولوا لي بقى كده اذا تسمعين صوتي احسن ولا لا. طيب دلوقتي لما انا بقول انا هشرح لكم ازاي السميث شارت كده. واضح الصوت؟ طب الكلام طلع؟ هو الكلام بس الصوت لسه في لاج بسيط حتى الصوت كمان. والله انا قاعده تقريبا يعني بقول في المايك، قاعده جوه المايك تقريبا. هو ممكن مشكله كونكشن. هو كده احسن من السلايد اللي فاتت دي. اللي عندي فيه ايه يعني الصوت كده احسن من لما كان السلايد اللي فاتت. طيب احاول ارفع الكمبيوتر شويه ليا وانا بكتب، وانا بحاول اخليه يعني الاسم بالشكل ده. اللي رسم سميث شارت او اللي رسم سميث شارت كان هيرسم قلنا اول قاعده في سميث شارت ان انا اعمل الزد لود انورمالايزها على ايه كاركترستيك امبيدنس. هتلاحظوا احنا بنحل مسائل الترانسميشن لاين هندي انوتيشن لاي حاجه نورمالايز ان بدل زد كابيتال تبقى زد سمول، ونديها فيكس لود زي ما هي. انا هعمل ايه؟ طيب سميث شارت بقى هتترسم ازاي؟ هتلاحظوا ان سميث شارت عباره عن مجموعه من الدوائر. في اسئله كتير اسئله عايزين نجاوب عليها مع بعض. الدوائر في دائره كبيره كده بالشكل ده، وانا هتلاقوا في دوائر برانشز كده بالشكل ده. عشان ارسمه كده انا بس يعني هحاول ابقى كويس تمام، وبرانشز بالعرض كده. ده ايه وده ايه، وبعدين هتلاقوا دوائر جوه كده عامله كده الشكل اللي انتوا شفتوه جوه ده. ايه كل الخزعبلات دي؟ مش عارفين دكتور. هو عايزين الرسمة بقى نتعلم او نعرف الكلام او الرسمه بس جزء ظاهر منها. ايوه في لك كبير قوي يعني ولا دايره ظهرت. حضرتك عماله تقول الدايره دي والدايره دي احنا مش شايفين اي حاجه. تمام في حاجه ظهرت اهو دلوقتي. انا فاتحه الفيديو بس انا بشوف ايه مصادر اللاب. ادي دايرة سميث شورت اللي هي الرسمة اللي في الجراف اللي قدامنا دي كلها. لو تلاحظوا كده مش ملاحظين انها عبارة عن مجموعة من الدوائر الكاملة. لو احنا عملنا انا هتريس كده بقى الخط ده. دكتور هو لسه مش اي اصلا هياخد وقت بس ايه انتوا عارفين لسه موجودة لسه ما حاولش على الكتابة بتاعت الباوربوينت اصلا. انا والله عامله شير بس حاضر انا هفصل خالص. طب ينفع اقترح اقتراح؟ الناس شايفة الباوربوينت دلوقتي؟ الناس شايفة الباوربوينت دلوقتي؟ أنا شايف تيمز لسه دكتور.
انا عملت شير سكرين دلوقتي. عملت شير تاني. الناس شايفة الباوربوينت دلوقتي؟ هي لسه ما ظهرتش يا دكتور. طيب يعني مفيش باوربوينت ظهر لكم؟ ظهرت اهي. انا بعتبر ان بين سلايدز في حد شايف كده؟ ده يا دكتور هي السلايد ثابته. واقفة عند السلايد اللي التايتل بتاعها graphical ad useful for transmission line problems. بقول لك والله فتحت وقفلت الشيء مش عارف. طب في البيت يعني يمكن تحت الأزياء. كده سامعني؟ تمام سامعين حضرتك يا دكتور. طيب انا هحاول ستوب شيرنج وعشان غيرت تاني او كده هجرب الباقه صراحه بس طيب كده شايفين انا عملت ري شير تاني. طيب دكتور هو احنا حاليا شايفين التيمز برضو فانا عندي اقتراح هو احنا يعني حضرتك ليه ما تعمليش شير للويندو بتاعت الباوربوينت بس؟ اتفضل. حضرتك ليه ما تعمليش شير للويندو بتاع الباوربوينت بس؟ يمكن مثلا في ديلي عند حضرتك لان هو بيشوف ايه اللي حضرتك فاتحاه دلوقتي مثلا. ممكن حاضر هجربه فعلا ثانيه واحده. كده أحسن. عملت شير الباوربوينت بس كده ظهرت اهي. ده مسهل. طيب كده ظهر الكلام. هو اللي ظاهر قدامي لا يعني السلايد بتاعت سميث شارت وحضرتك عامله مربع على تو ستارت وركينج وذ سميث شارت زد بيساوي زد. ايوه هي دي اللي انا واقفه عليها. ايوه دي اللي انا واقفه عليها. تمام تمام. طب دلوقتي انا هعمل حاجه بالقلم عشان نشوف اذا هتظهر ولا لا. الريفليكشن كوفيشن حطيت عليه مربع ظهر لسه تو سلو النهارده بس انا والله يعني الكونكشن ما قطعتش يعني عارفين حتى لو بيقول لك باد كواليتي
فممكن تدور عشان الجو يعني. أو ممكن برضو، أو يمكن كل الناس قاعدة في البيوت النهاردة فكله بيشتغل على الزوم أو بيشتغل على النت وعليها تحميل عادي النهاردة. يا زهر رأيتني يا دكتور. طيب على العموم يعني لو الدنيا مأساة قوي كده ممكن يعني طبعا هنكمل المحاضرة وكل حاجة، بس في حاجة ممكن أبعت لكم المحاضرة متسجل عليها الفويس بس بره النت، يعني هسجل لكم أنا فويس على كل سلايد عشان برضو المتابعة أو الناس اللي عايزة تسمع أو كده. زي ما قلت لكم الفكرة العامة في سميث شورت هو نقل دوائر الترانسميشن لاين ونحلها جرافيكالي. فالراجل اللي فكر في الفكرة دي قال لك طب أنا هبدأ منين؟ قال لك ابدأ من معادلة الريفليكشن كوفيشنت. شايفين المربع، في مربع انا هكتب عليه ايه ومركب، مربع هكتب عليه ايه ومربع هكتب عليه بي على ما يظهر. المربع الاولاني حط معادله الريفليكشن كوفيشنت اللي هو مربع ايه اللي انا كاتب عليه كلمه ايه، وحط الريفليكشن كوفيشنت بالصورتين اللي احنا نعرفهم ليها. اول صوره اللي هي الفيزر ريبريزنتيشن، ان الريفليكشن كوفيشنت ممكن يتمثل بماجنيتيود وفيز. انا ما بكتبش حاجه على فكره يا جماعه دلوقتي، تمام؟ اللي هي الجزء الثاني من معادلة A عملت تحتها خط. الطرف الآخر من الريفليكشن كوفيشن قال لك أنا أقدر أكتب الريفليكشن كوفيشن بدلالة زد لود اللي هي المعادلة المشهورة اللي احنا عارفينها، زد لود ناقص زد نود على زد لود زائد زد نود. أنا كتبتها دلوقتي على ما تظهر هي نفس الإيكويشن اللي انتوا تعرفوه. طيب حلو قوي الكلام، فعنده طرف ليفت رايت ورايت سايد. طب الطرفين دول ممكن اتصرف بيهم او اعدل تكوينهم او صورتهم؟ ممكن اخلي زد لود اللي في المعادله التقليديه اللي احنا عارفينها للريفليكشن كوفيشنت انها تتقسم على زد نود فوق وتحت اللي هي المعادله اللي انتوا عارفينها. طب ده هيخلي صورتها عامله ازاي؟ هيخليها زي الصوره اللي انتوا شايفينها دي بدلاله زد لود نورمالايز. احنا قلنا اي حاجه في سميث شورت هنورمالايز الامبيدنس على زد نود بنسميها نورمالايز امبيدنس. الناس معايا لغايه الجزء ده؟ حضرتك يا دكتور. طيب قال لك طب تعالوا بقى نعمل ري شيبنج لمعادله A ونحطها على الصوره B. ده عباره عن ايه ده؟ قال لك خلي زد لود هي اللي بدلاله زد لود نورمالايزد اللي هي الايكويشن رقم دي هي اللي موصوفه او ان تيرمز اوف الريفلكشن كوفيشنت ريبريزنتيشن. طيب دي بقى دي هتاخد، فممكن اعمل او جاست يعني اترن البليسز في الايكويشن واوصل على الصوره دي ان زد لود نورمالايزد بتاعي او اتس ديفايند ان تيرمز اوف ريفلكشن كوفيشنت. طب ده هيفيدني بايه بقى في سميث شورت؟ هياخدنا بقى ادي الايكويشن اللي هي ايكويشن بي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. انا غيرت السلايد على فكره، فبقت زد لود نورمالايزد بقت 1 زائد ماجنيتيود ريفليكشن كوفيشن او متعرف بالماجنيتيود والفيز بتاعت الريفليكشن كوفيشن. هل في مشكله في ده؟ دكتور هو الموضوع صعب الصراحه يعني حضرتك عماله. والله انا اعرف حتى السلايدز يعني مش ما اتقلبتش لحد دلوقتي، الواحد يعني مش قادر يلحق مع حضرتك يعني. دكتور ممكن نطلع بريك مثلا؟ ممكن بعد البريك يكون الناس تتعذر؟ نطلع، انا ممكن اطلعكم بريك على الساعه 11، ممكن نطلع بريك. بس انا والله هي انا بقول لكم الكونكشن عندي ما فيهاش يعني ما وقفتش في ولا لحظه. طب هو حضرتك إيه؟ لو حضرتك فاضيه في ميعاد تاني مفيش اي مشكله بقى. لا مش موضوع ميعاد تاني يعني، ما عنديش انا ميعاد تاني يعني مش الموضوع كده، بس هي القصه. طيب نحاول نطلع بريك 10 دقايق اكون انا حاولت اوصل الكمبيوتر على الباقه بتاعتي بتاعت الموبايل، ممكن تكون احسن النهارده من الكونكشن الارضي. ونجرب ده الحل الوحيد. لو الحل بقى رقم ثلاثة ولا مش عايز الجأ له يعني، اللي هو ان انا اسجل زي ما قلت لكم ان انا اجهز فويس اوفر على السلايدز، يعني اسجل محاضره بصوتي كامله، بس ده مش هيخلي في تفاعل بيننا او في الاسئله يعني، ده انا مش بحبه قوي يعني، بس ده الحل الاخير او نباك اب بمحاضره النهارده يعني. دكتور نعم. طب عندي اقتراح، هو
طالما المحاضرة محتاجة تفاعل وحاجة احنا نعمل بايدينا وكده، ما ينفعش مثلا نعملها في الكلية وندي المحاضرتين مرة واحدة بتاعت النهاردة وبتاعت المرة الجاية. خلاص يا باشمهندس، والله يا باشمهندس انا اتمنى يعني انا اتمنى ان انا اديكوا الليكتشر دي لايف. وما عنديش مشكلة لان انا بدي نفس المحاضرة دي بياخدوها، بس هم عددهم 40 بني ادم. المشكلة في عددكم ان انتم 180 طالب في سنة ثالثة، فعشان تيجي الكلية مش مدرج يساعد او يبقى فيه القواعد الاحترازية دي، يعني الا بقى لو هو مدرج الف او ب او ج او واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة، اللي هي المدرجات الكبيرة دي. هو ده اللي يعني ده اللي ممكن. وطبعا عشان تلاقوها بقى في الوقت ده معرفش متاحة اصلا ولا يعني فيها مواعيد، لان انتوا عارفين ان الاعدادي برضو بيبدل عليه. هل هينفع ناخدها في إدارة الكلية توافق دي بقى؟ أنا ما عنديش مانع والله، أنا عليا أنا ما بحبش الزوم أصلاً. إحنا كده كده نازلين الكلية نجرب نسأل مثلاً أو نعمل محاولة. بصوا يعني هو محاضرة النهاردة ممكن يعني ده انترودكتوري مش شرط، لو قدرنا المحاضرة الجاية إن إحنا نطلع لايف أنا ما عنديش مشاكل، ممكن أدرسها لكم لايف ما فيش مشكلة خالص. لو كلية في مبدأ ان هم يوافقوا، بس انا قلت لك لازم توجدوا مكان يكون فيه قواعد الموضوع الاحترازي ده متطبق على عددكم اللي متسجل. يعني لو 180 يبقى لازم حاجة تشيل ضعف عددكم، هو دي قاعدة الكلية. طب دكتور انا عندي اقتراح في حوار اللاج ده، او ممكن حضرتك يعني تكتبي وبعد كده تتكلمي، يعني تكتبي مثلا اللي حضرتك هتقوليه. لا هو في انا بس هفكر في اقتراحين، ان انا ما اكتبش وانا شغاله، يعني افتح لكم البي دي اف بتاعي اللي هو الهاند اوت بتاع سميث شورت، فهيبقى كل حاجه فيه مكتوبه، فده ممكن يساعد ان ما يبقاش فيه ديليز لان كنت كاتبه بالتفصيل. طيب نطلع بريك، طيب اطلعوا بريك 10 دقائق، اطلع الفايلات اللي هشتغل بيها واحاول برده اشوف. يعني انا اديتكم محاضره الاسبوع اللي فات من البيت تقريبا، فبس كان مفيش مشاكل، بس النهارده يمكن كل زي ما تقول كل الناس قاعده على الزوم، فأطلع بس الفايلات ونرجع 11 و10 بالظبط إن شاء الله.
السلام عليكم يا جماعة. طلعت لكم الفايل بتاعي اللي هو البي دي اف اللي هو كنت شرحه فيه الكلام عشان ما احتاجش ان انا اكتب وانا بشرح. في حد شايف البي دي اف؟ انا لسه هعمل شير. صحيح لسه مش هيقعدش ثانية. الناس كده شايفة مش سلايدز، شايفة بي دي اف فايل مكتوب بخط اليد؟ تمام. طيب انا كده يعني طبعا كنت ده عامله لسنه في سنه من السنين يعني هو نفس الكلام، بس انا ده مش هحتاج ان انا اكتب حتى او هايلايت. فاي هوب ان ده يساعدكم في ان انتوا تفولو حتى البيزكس بتاعت سميث شورت عشان نقدر نبقى جاهزين نشتغل عليها ان شاء الله. تمام. بالنسبه زي لو الناس كلها شايفه دلوقتي، طب انا هسكرول الصفحه كده بايدي علشان اشوف اذا كان التتابع فيه ديليز ولا لا. هل شغالة معاكم برضو ولا فيها أي تأخير؟ لا تأخير بسيط. تأخير بسيط. هو البي دي اف دايما أخف من الباور بوينت. طيب حاولوا تفولو معايا. طبعا الدوكيمنت دي رفعتها لكم على ال ام اس، ممكن تطبعوها وتبقى زي ورق المذاكرة يعني. بس سميث شورت زي ما قلنا هتعتمد على ان احنا زي ما مكتوب زي ما قلنا هنعتمد على البولار بلوت او هنعمل سيركلز بتمثل الريفليكشن كوفيشنت. زي ما اتكلمنا قبل كده الريفليكشن كوفيشنت قدامنا المربع الاصفر اللي انتم شايفينه ده اللي هو بيتمثل بالماجنيتيود والفيز. عشان نستارت وركينج باستخدام سميث شورت زي ما قلت لكم القاعده، كل الحاجات لازم يتعمل لها نورماليزيشن اللي هي زد لود على زد نود. صفار الدنيا ماشيه كويس كده ليه؟ انا مش بكتب حاجه على فكره، الهايلايتنج ده كله من قبل كده هو ثابت. انا ممكن حتى ازوم اكتر اهو عشان ابقى محدده الجزئيه اللي بتكلم عليها. جماعة حد يتابعني؟ انتوا شايفين ان انا عملت زوم اوت للصفحة دي؟ ايوه. انا عايزة بس عشان احس ان انتوا قادرين تتابعوا. تمام. طيب النقطة اللي طب دي اول نقطة ان انا هعمل ايه؟ ادي نقطة رقم زي ما قلنا نرجع كده بمرجوعنا ادي لو الناس بتتابع معايا البي دي اف ده، دي النقطة رقم واحد اللي هي ان انا هحط الريفليكشن كوفيشن على صورة الماجنيتيود والفيز، مع الاخذ في الاعتبار ان الريفليكشن كوفيشن كماجنيتيود قيمه بتتراوح من صفر لواحد. ادي اول بوينت نركز على دلوقتي. انا هنقل وهركز على البوينت رقم اثنين. عشان تتعامل مع سميث شورت لازم تنورماليز الامبيدنس. انورماليزها ازاي؟ بنورماليز اني امبيدنس to the characteristic impedance زد نود بتاعت الترانسميشن لاين اللي هي راكبه عليه. فاي زد هتبقى زد قيمتها على زد نود، وبنمثلها بزد نود سمول كده بسمول لتر عشان نعرف ان دي نورمالايزد كوانتيتي. دي الخطوه رقم اثنين. البوينت رقم ثلاثه اللي احنا كنا لسه بنبص عليها على الباور بوينت، ان انا لو عندي ريفليكشن كوفيشنت تمام قلنا هنعيد كتابته اللي هي المعادله بتاعت زد لود ناقص زد نوت على زد لود زائد زد نوت اللي هي المعادله اللي ظهرت قدامكم دلوقتي في البي دي اف دي اللي هي متركزه في الشاشه دلوقتي. هنحطها على صوره النورمالايزد كوانت. ازاي؟ اقسم فوق وتحت على زد نوت تتحول معادله الريفليكشن كوفيشنت لزد لود ناقص واحد على زد لود زائد واحد، بس زد لود بقى النورمالايزد. مفهوم لغايه هنا؟ تمام. طيب ده الطرف الشمال من المعادله. طب ايه الطرف اليمين؟ ايه الطرف اليمين؟ إيه ان الريفلكت. يوسف يوسف كلوز يور دور. ودي اخرت ان اليوم نقعد نشتغل من البيوت والعيال طالعه من المدرسه. طيب ايه الطرف اليمين في المعادله؟ ان احنا عندنا الريفلكشن كوفيشنت ممكن نحطه على صوره زي ما انتم شايفين ماجنيتيود وفيز. طب هو الصوره البولار ديت ممكن تتحط بصوره اخرى؟ في صوره ثانيه بقى انتم ما تعودتوش عليها او ما شفتوهوش معايا لغايه دلوقتي. الماجنيتيود والفيز ده دي صوره من صور تمثيل الكومبلكس نمبر. مش ده معناه ان انا ممكن اكتبها انها جاما ريال زائد جي جاما ايماجينري؟ يعني مش ممكن الرقم الكومبلكس اللي هو بتاع ريفليكشن كوفيشن ده يتقسم لجاما ريال زائد جي جاما ايماجينري؟
عادي ممكن يتفك كرقم كومبلكس. خلوها على الصوره دي، هنحتاجها جدا عشان نفهم ازاي سميث شارت اترسمت بالشكل ده. طيب الخطوه اللي هي المربع او المستطيل اللي قدامكم هنا، هنعيد صياغه معادله اللي هي بالدايره اللي هي جاما بدلاله الزد لود نورمالايز. هنعكس، احنا عايزين نكتب دلوقتي الزد لود نورمالايز بدلاله الريفليكشن كوفيشنت. تظهر لكم المعادله اللي قدامكم دي، ان زد لود نورمالايز هتساوي 1 زائد ايه الجاما او زائد الريفليكشن كوفيشنت او اللي قدامكم بالشكل ده. في او ممكن حتى انا هايلايت، يعني اغير اللون الهايلايتر على الاصفر اخليه ازرق عشان بس تشوفوا ان انا بتكلم على انهي معادله. انا بتكلم على المعادله الترم ده. الناس كلها شافت هايلايت باللون الازرق؟ تمام يا دكتور. تمام، انا هنا كتبت الزد لود نورمالايزد هي اللي بدلاله الريفليكشن كوفيشنت اللي متمثل بصوره البول. هي دي بدايه كتابه او دي بدايه الدخول لسميث تشارت. هيحصل ايه؟ انه نطلع بقى، سوري نخرج من المود ده. تمام، هنطلع كده لفوق. هنعمل ايه؟ هنكتب كل حاجة بدلة الريال والإيماجينري بارت. يعني إيه يا دكتور؟ يعني أكيد الزد لود نورمالايزد اللي أنا واقفة عليها دلوقتي، اللي أنا هعمل عليها دايرة زرقاء دلوقتي أهي، ممكن أكتبها كجزء ريال زائد جزء إيماجينري. في مشكلة؟ الشباب اللي معانا، أنا عايز حد يرد عليا. في مشكلة إن أنا أكتب زد لود نورمالايزد على إنها الريزيستيف بارت أو الريال بارت نورمالايزد زائد جي إكس إل للإيماجينري بارت برضه نورمالايزد؟ لا عادي، ممكن اكتب زد لود على الصوره دي لان ده رقم في ريال وفي ايماجيناري. طب هل كمان ممكن استبدل؟ دكتور معلش نعم. هو هنا انا باسيوم ان انا معايا اندكتيف بس ما فيش كاباستنس في السيركت، ولا ده يعني بشكل؟ لا، هو انت بتكتبها جي اكس ال، اكس ال بقى تطلع بوزيتيف تطلع نيجاتيف هتوديك مطرح ما توديك. ماشي تمام، يعني مش قصده مثلا الريزيستنس بتاعت ال الاندكتيف امبيدنس بتاعت الاندكتيف. لا مش شرط انها تكون اندكتيف، ممكن تكون كاباستيف عادي. ماشي، اكس اكس بلاش ال، احنا ال ال ديت مش ريفيرد انها اندكتيف، ال دي ريفيرد انها اللود. خلي بالك السافكس ال كابيتال اللي موجود معانا ده بيريفير لللود، زد لو نورمالايز لللود. تمام يا دكتور. تمام، طيب زي ما قلنا ممكن نفك الترم بتاع الماجنتيود والفيز بتاع الريفليكشن كوفيشنت لريال وايماجيناري. ممكن، وممكن نعمل لهم جروبنج في المعادله، يعني ممكن نجمع الريال بارت لوحده والايماجيناري بارت لوحده زي ما انا هشاور دلوقتي. يعني ممكن اجمع الترم ده اهو جزء الريال لوحده وجزء الايماجيناري لوحده. احنا اتفقنا ان احنا ممكن نكتب الجاما على صوره جاما ريال زائد جي جاما ايماجيناري، والكلام ده في الدينومينيتور والنيومينيتور. طب ده هيودينا لفين يا دكتور؟ ده هيودينا لفين يا دكتور؟ طبعا المعادله يعني اللي انتم شايفينها قدامكم دي، تعالوا صغر السلايد شويه. المعادله دي ايه؟ فوق ريال وايماجيناري وتحت ريال وايماجيناري، او رقمين رقم كومبلكس مقسوم على رقم كومبلكس. عادي ممكن لو انتم عملتوه، حتى لو دي ارقام اصلا على الكالكوليتور ممكن يطلع لكم رقم كومبلكس، صح ولا انا غلطانه؟ ثالث يعني. ففي الحاله دي الاسم الرقم ده ممكن يطلع فيها، هو يطلع رقم كومبلكس ثالث خالص في جزء ريال وجزء ايماجيناري. بس هنا الجزء الريال اللي في الرقم اللي اتقسم من فوق وتحت هنا دول في الترم اللي هو احنا بنتكلم عليه، اللي هو اللي فيه جاما ريال وجاما ايماجيناري. لو انا خلصت الترم ده وقسمته فعلا، الجزء الريال فيه يمثل ايه؟ الجزء الريال فيه هيمثل ايه او هيكافئ ايه في المعادلات؟ هيكافئ الريال بارت بتاع النورماليز انفيز بالظبط كده. طب والايماجيناري بارت هيمثل ايه؟ الاندكتيف بارت او الرياكتنس في النورماليز انفيز. طب هل المعادلات دي ممكن تتفك، او ممكن المعادلات دي بقى ممكن نفصلها؟ ممكن نفصلها طبعا بشويه ناس محترمين كده. ممكن نقدر نطلع الريال بارت بكام حتى بالرموز، والايماجيناري بارت كام بالرموز. ينفع نعمل كده؟ هينفع نعمل كده. نبص بقى، يعني اللي انا عايزه تشوفوها، عايزين نشوف المعادله
عايزين نتابع بس عايزه زي ما قلنا ممكن نطلع الريال بارت اللي انا بعلم عليه دلوقتي لسه ما علمتش الريال بارت اهو والايماجيناري بارت اللي قلنا عليهم اللي هيطلعوا على فكره ده الديريفيشن ده مش عليكم يعني مش حاجه هسالكم فيها بس هيفهمكم ليه سميث شارت اترسمت كده ولما تفهموا ليه اترسمت كده تقدروا تحلوا عليها بسهوله تمام الريال بارت بدلاله الجاما ريال والجاما ايماجيناري زي ما انتم مكتوب كده هنا وبرده الايماجيناري بارت في النورماليز امبيدنس ده جاما ايماجيناري وجاما جاما ريال وجاما ايماجيناري طب تعالوا نحلل يبقى تو ايكويشنز بوث اوف ذم is in function of gamma real و gamma imaginary. تعالوا نشوف أول معادلة. تعالوا نشوف أول معادلة هنحللها. بصوا المعادلة دي. المعادلة دي عبارة عن إيه؟ أدي first equation of R load. إيه R small load دي؟ اللي هو normalized impedance بتاعت اللود. الريال بارت بتاعها. بصوا الإيكويشن اللي قدامكم دي. gamma real minus R load على 1 زائد R load كل ده square زائد gamma imaginary. سكوير بتساوي 1 على 1 زائد ار لود سكوير. المعادله دي يا جماعه تفكركم بمعادله ايه؟ الشكل اللي قدامكم ده ممكن يرسم لكم ايه او شكله معادله ايه؟ حاجه سكوير زائد حاجه سكوير بتساوي حاجه سكوير. الريديوس دايره مثلا؟ ممكن هي معادله دايره فعلا. طب ومنش طب معادله الدايره ايه الاكس والواي كوردينت بتاعت الدايره دي ايه الاكس والواي بتاع الكوردينت سيستم بتاع ايه عرض والجمع اي بالظبط كده ممكن الاحداثيات بتاعت الدايره هتترسم دي جاما ار اللي انا بكتبها بالازرق دلوقتي وجاما اي اللي هم مين يا جماعه عشان ما ننساش اللي هم الريال بارت بتاع او الريال بارت والايماجيناري بارت بتاع الريفليكشن كوفيشن. حلو الكلام. طيب ومين السنتر بتاع الدوائر دي؟ مين سنتر الدايره دي؟ ار ال على 1 زائد ار ال وكام؟ وزيرو ده سنتر الدوائر دي. طب حلو جدا. طب ايه تاني ايه طب فاضل لي ايه تعالوا بقى نشوف الدوائر دي تعمل ازاي تعالوا ناخد قيم لار لود ونعوض ار لود بواحد دي بواحد اول دايره هترسم فين يبقى احنا قلنا احداثات الدوائر دي ادي تو اكسيس في واحده جاما ريال اللي هي الاكس زي الاكس اكسس كده ودي جاما ايماجيناري دول اللي برسم عليهم الدوائر تعالوا نعوض بقيمه ار لود تساوي واحد فين السنتر وفين الريديوس؟ طبعا عارفين ان الريديوس الدايره دي اهو 1 على 1 زائد ار ال صح ولا انا غلطانه؟ يبقى الدايره بتاعتي او دي معادله الدايره السنتر بتاعها ار لود على 1 زائد ار لود وزيرو والريديوس بتاعها ايه يا جماعه؟ 1 على 1 زائد ار لود. مفهوم لغايه هنا؟ انا كده بقول لك اول دوائر السميث شارت او ازاي امثل اللود على سميث شارت في اول جزء دلوقتي احنا هنتعامل مع الريال بارت بتاع اللود هيتحط ازاي تعالوا نعوض بقى بار لود ايكوال 1 لو ار لود ايكوال 1 السنتر هيبقى فين في نص الاكسس ده ليه بقى ليه الناس كلها لان هو السنتر نص وزيرو نص وزيرو طب النص ده هيتحط فين على الاكسس ده عشان حد يقدر يحط النص او الربع او الثلاث ارباع او حتى واحد لازم يعرف الماكسيمم فاليوز للجاما ار والجاما ايماجيناري صح ولا انا غلطانه مش لازم تعرف يعني الماكسيمم بتاعك فين ولا هو اكسس ماشي لما لا نهايه كده ما هو لو ماشي لما لا نهايه مش هتعرف تحط السكيل بتاعك لكن احنا عارفين كلنا متاكدين ان اكبر قيمه تاخدها الجاما بكام واحد اكبر واحد بالظبط كده معنى كده ان النهايه اكبر حاجه هنا واحد ويبقى وهنا كام زيرو يبقى هنا في الحاله دي النص هيبقى فين مكان الدايره الزرقاء اللي انا علمت عليها يبقى ده السنتر بتاع الدايره طب الراديوس بتاعي بكام لو الار ايكوال واحد بنص برضو بنص يعني هو هيلمس هنا
او هتبقى دي الدايره اللي هي ار ال ايكوال ايه 1. ممكن بقى سميث شارت فدي دوائر اللي بنسميها الدوائر الكومبليت سيركلز دي، دي الدوائر اللي بتمثل الريزستيف بارت بتاعت اللود. طبعا ممكن يكون ار لود بواحد باثنين بثلاثه باربعه، على فكره كل ما بتكبر بتبقى الجوه اصغر، وممكن ار لود دي تبقى نص بربع بارقام كتير جدا. لو انا بس طبعا عايزه افتح السميث شارت بقى الحقيقيه، حاول افتح الفايل اللي انا بعته لكم ده عشان ده هيبقى اسهل كبي دي اف. او كل الناس حتى هتفتحوا معايا ثانية واحدة. انتوا شايفين دلوقتي سميث شارت كلكم او حجلوا دلوقتي؟ لسه ثابت على البي دي اف. ثانية واحدة. طب كده شايفين سميث شارت كبي دي اف كده شايفينها؟ لسه برضه يا دكتور. انا بجيبها بي دي اف على فكره، ما جبتهاش باوربوينت. دكتور معلش انا عندي سؤال. اتفضل. هو معنى كده ان انا كل ما ازود اللود بشكل عام المفروض ان الريفليكشن كوفيشنت عندي بيبقى بيصغر على حسب الكلام ده، بس في الايكويشنز بتاعتها الكلام ده مش valid. لا هو مش معناها كده خالص، انت اصلا عامل نورماليزيشن على زد نود، فهي ملهاش دعوه بان كل ما اللود يزيد كل ما الريفليكشن يقل. دي علاقه الريفليكشن دايما ليه علاقه بقيمه زد لود ريليتيف لزد نود اللي هو عليه، الكاركترستيك امبيدنس الترانسميشن لاين اللي عليه بس، لا اكثر ولا اقل. تمام. طيب دلوقتي الناس شايفه سميث شارت ولا لسه برضو؟ لسه ده بي دي اف والله. طب حضرتك يا دكتور يعني حضرتك شير وافتحيه تاني على سميث شارت. حاضر. كده انتوا شايفين؟ كده المفروض ظهر لكم بي دي اف في سميث شارت زي الفايل اللي اتبعت لكم. لسه يا دكتور. بحاول اقفل كل حاجه على الكمبيوتر بتاعي عشان طبعا انا لو رجعت للبي دي اف ده ظهرت. ايه اللي ظهرت؟ الاسم الشرط. ايوه ظاهرة يا دكتور. تمام. طيب زي ما انتم شايفين كده او زي ما احنا نبص على هتلاحظوا ان في دوائر مكتوب عليها 1.9.8.7. انا هحاول اكبر السكيل ده عشان على البي دي اف. ثانية يا دكتور قلب على البي دي اف الثاني. لا اله الا الله ده الديلي النهارده رهيب جبار يعني.
هو احنا ممكن نفتحها عندنا على اللابتوب وخلاص. ما انا بعتها لكم والله، بس انا يعني عايز اوريكم. يعني انا المحاضرات اللي فاتت كنت بكوبي بيست وشغاله عادي، ما اعرفش النهارده بدات ليه على بنحاول نستعمل كل التولز التي لدينا. شايفين الوايت بورد؟ تمام يا دكتور. ايوه شايفه. هنشوف كده ربنا يسهل. زي ما قلنا كده هتلاحظوا، زي ما قلنا في هتلاقوا دوائر، او في الدايره اللي هي دي، لو كلنا فاتحين السميث شارت هتلاقوا دايره كده عامله تانجنت مع الاكسس اللي فيه زيرو، دي ار ايكوال 1. الديلي برضو وحش ولا ده احسن؟ لا هو كده احسن بكتير. طيب هتلاقوا بعد كده في دوائر تانية بنفس الشكل ده، بنفس الشكل ده، في دوائر أكبر. تمام، لو كل الناس بعد ما خلصنا المحاضرة دخلت شفت السميث شارت هتلاقوا في سكيل الهوريزونتال ده مكتوب عليه أرقام هنا وهنا. لو أنا حتى علمت بالأحمر كلنا هنلاحظ إن في أرقام موجودة على السكيل، كل رقم من ده وراه دايرة بالشكل ده. الدايرة دي بتمثل إيه؟ الريال بارت بتاع النورماليزد إمبيد. تمام. طيب للاسف لازم استعمل تولز كتير عشان تساعدني. ده لو انتوا رجعتوا تاني سميث شورت، بصوا كده دي وصل لكم، شفتوا السكيل ولا ما جاش؟ او يمكن فايل سميث شورت تقيل مثلا على بيظهر. اوكي طيب، الفايل اللي فيه الكتابه ظهر. هو البي دي اف بتاع الهاند اوت هو اللي ظهر قدامي دلوقتي. تمام بالظبط كده. انا بس عايز اكمل الايه الشكل سميث شارت. في احنا قلنا كان في عندنا معادلتين دلوقتي، المعادله الفايل اللي انا شغال عليه هو اللي فيه الهاند اوت، عشان بس نخلص شكل سميث شارت عشان تعرفوا تشتغلوا عليها، او على الاقل نطلع بمعلومه النهارده. احنا قلنا كان في معادلتين ار ال واكس ال. وان ايكويشن اتعاملنا معاها ازاي نبريزنت الريال بارت او النورمالايزد ريال بارت بتاع اللود، وده طلع لنا ان هو كومبليت سيركلز. المعادله الثانيه بتاعت اكس ال ديت هي يا جماعه دي الايكويشن او سكند سيركل. بصوا برضو معادله دايره في جاما ريال وجاما ايماجينري، الناس كلها شايفه الحته دي سكند سيركل بي دي اف، او الهاند اوت اللي اوله كلمه بي دي اف. جاما ريال وجاما ايماجينري بس ومعاهم اكس ال اللي هي النورماليزد ايماجينري بارت بتاع اللود. طيب الدايره اللي قدامنا دي بقى السيركل الراديوس بتاعها كام والراديوس بتاعها كام؟ دي دوائر ثانيه مختلفه. الراديوس بتاعها كام؟ واحد على اكس ال. تمام، والراديوس بتاعها واحد على اكس ال برضه. طيب ممكن نعوض لو اكس ال بتساوي واحد، الشكل هيطلع لنا ايه؟ ده بنريبريزنت الايماجينري بارت. لو اكس ال ايكوال 1 يبقى السنتر بتاعك فين؟ عند واحد واحد. لو الناس كلها عند 1 1 اللي هو الماكسيم اللي هو اللي انا هعلم بالازرق دلوقتي اللي هو واحد وواحد، السنتر هنا. طب والراديوس قد ايه؟ 1 1. يعني هيبقى الدايره بتاعتك تمشي ازاي؟ انا همشي على الخط الاصفر اهو، دي الدايره ايه بتاعت الراديوس ايكوال 1 فعلا. تمام، فطبعا ده بره السميث شورت، لكن هلاقي ان في كيرفات عباره عن برانشز كده يا جماعه موجوده في السميث شورت. في ناس في الابر هاف، في الابر هاف دول اكس ال بواحد واثنين وثلاثه ونص وربع وكل
تمام. لو انت في الابر هاف من سميث شارت في البرانشز اللي فوق بتمثل البوزيتيف او الرياكتيف بارت اللي هو اندكتيف بارت، ولو نفس الرقم بالنيجاتيف تمام فهتلاقوا في برانشات تحت لو الرقم كان طالع لكم في الامبيدنس بتاعت اللود بايه بالنيجاتيف. طيب انا محتاجه بس نصبر دقيقتين عشان نطلع سميث شارت ونطبق عليها ان احنا نحط قيمه امبيدنس عشان يبقى في حتى عرفنا نحط حاجه او لوكاليز حاجه على سميث شارت قبل ما نمشي النهارده، ونتمنى ان الاسبوع الجاي ما يكونش ايه العمليه بالشكل ده. تمام لو احنا بصينا هنا انا المفروض دلوقتي هحط باوربوينت تمام، اتمنى انه نستنى شويه ونشوف الناس بدات تشوف حاجه سلايد او اي حاجه لسه. تعالوا على ما السميث شورت تظهر. تمام اوكي، تعالوا ناخد حاجه من اللي اتعلمناها النهارده ونطبقها على السميث شورت. السميث شورت ليها لسه فيها شغل كتير، يعني السميث شورت احنا بس اول حاجه ازاي نحط امبيدنس بطريقه صحيحه على السميث شورت، لسه في بقى السكيلز اللي بره وفي سكيلز تحت. هي طبعا يعني لو المحاضره دي قدرنا نورجنايزها انها تكون لايف في المدرج يعني نقدر نخلص السميث شورت في قعده، يعني لو قعدنا ساعتين او يعني نخلص كل حاجه في السميث شورت في ساعتين هيبقى اكيد اسهل عليكم وعليا في الشغل. ممكن اشوف مع المندوب ونبتدي نورجنايز الحاجه زي كده ان شاء الله لو نقدر، يعني مع اداره الكليه زي ما قلنا. فعايزين النهارده تعالوا اقول لكم لو انا عندي ترانسميشن لاين هناخد ارقام كده عشان نتعلمها. لو عندي والزد نود بتاع ترانسميشن لاين ده 50 اوم وراكب عليه لود 100 زائد جي 50، عايز احط زد لود ده اللي انا كتبته 100 زائد جي 50 هيظهر لكم دلوقتي احطه على الوكلايز ذيس لود اون سميث شورت. هعملها ازاي؟ الخطوات كالاتي. اول حاجه هاخد زد لود اعمل له نورماليزيشن، يعني هقسمه على زد نود، ادي زد لود نورماليز. يبقى قيمته كام يا جماعه؟ 100 على 50 تبقى 2 زائد جي 1. متفقين ولا لا؟ لو عندي لود قيمته 100 زائد جي 50 وعايزه ومراكب على ترانسميشن لاين الكاركترستيك امبيدنس بتاعته 50 اوم وعايز اعمل له بلوتنج على ترانسميشن لاين، فاول خطوه لازم تعملها انك تعمل نورماليزيشن لللود ده على الكاركترستيك امبيدنس، يعني تقسمه على 50 اوم اللي هي الكاركترستيك امبيدنس. فتبقى قيمته كام؟ 2 زائد جي 1. احنا لسه متعلمين ان السميث شورت كلها مرسومه بالنورماليز لود او بالنورماليز امبيدنس. طيب هاجي بقى ارسمها، ارسمها ازاي؟ اول حاجه هدور على دايره الريال بارت اللي هي الار ريال بكام في اللود او الار لود بكام؟ ار لود زائد جي اكس لود. الار لود بكام يا جماعه؟ باتنين. باتنين. بصوا كده على سميث شورت. طب اعرف اتنين منين يا اولاد؟ او هعرفها منين لو انا قاعد في دايره؟ زي ما قلت لكم اطبعوا سميث شورت كتير عشان تعرفوا تشتغلوا عليه. هنروح على الهوريزونتال اكسس اللي قدامكم ده، الهوريزونتال اكسس اللي قدامنا ده هنلاقي هنا السنتر واحد، بعد كده 1.2 1.4 1.6 1.8 وبعدين ادي 2. امشي الدايره اللي متعلم عليها بالاحمر دي r equal to، يبقى هي دي دايره الريال بارت. طب انا كده عملت اللود ده على سميث شورت. طب هنجيب انهي نقطه على السيركل الحمراء اللي قدامنا دي كلها؟ يبقى لازم في جزء كمان هيجي يساعدنا اللي هو ايه؟ الايماجيناري بارت. طب الايماجيناري بارت بكام؟ واحد ولا ناقص واحد؟ واحد جي بالزائد. يبقى اول حاجه طالما هو بالزائد، طالما هو بالبوزيتيف، يبقى لازم اطلع للابر هاف سميث شورت، ابص على الابر هاف سميث شورت. يبقى هنبص على الارقام فين بقى؟ بصوا على الارقام اللي هنا جنب البرانشز دي اللي احنا لسه بنتكلم عليها، 1 1.2 1.4، بعدين هتلاقي هنا 0.9 0.8 0.7. امال اللي في النص دي يا دكتور تبقى ايه؟ 0.95 مثلا. ممكن الرقم يطلع لك اي حاجه لازم تتريس. طب لو هو واحد، بصوا بقى ادي واحد، انا همشي عليه همشي عليه همشي عليه همشي عليه همشي عليه، اهو ماشيه 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 ماشيه، هيقطع دايره الريال. ده البرانش اللي هو عندنا. طبعا هو ممكن يكون لسه مديليه عندكم، لكن تقاطع البرانش ار ايكوال بوزيتيف 1 مع دايره الريال اللي هي ار ايكوال 2، ادي زد لود نورماليزد.
طب لو اللود بتاعنا كان 2 ناقص جي 1 يبقى فين اللود الجديد؟ هيبقى هو هو بس من الناحيه الثانيه بقى من تحت بالظبط. دي اهو ادي الواحد ده الزد لود داش مثلا الجديد اللي احنا لسه قايلين عليه. يبقى كده انا قدرت فهمت ليه سميث شارت متخلقه بالشكل بتاع الدوائر، مين الدوائر الكامله فيه ومين البرانشات اللي فيه. الابر هاف لو بوزيتيف لو بوزيتيف يعني بوزيتيف رياكتيف بارت، ولو نيجاتيف رياكتيف بارت. طبعا لسه في بقى سكيلز من بره وسكيلز جوه، وفي سكيل تحت يعني مش شرط فيها لسه حاجات كتير تبقى نتعلمها، بس مبدئيا قدرنا نحط امبيدنس على اسم الشرط. دكتور لو سمحتي اتفضلي. ممكن نجيب تاني السيركل بتاعت الريال بارت بتاعت النورمالايزد امبيدنس اللي هي الار ال، احسبها ولا اطلعها لك؟ لا نطلعها تاني علشان بس هي ما كانتش باينه قوي ومش عارفه اطلعها قدامي. بصي طيب بصي معايا، عشان لو احنا هنمشي على المثال اللي احنا بنتكلم عليه، لو هي باتنين هتجيب الرقم منين؟ هتبصي على الهوريزونتال سكيل، واحد اللي انا بعلم عليه دلوقتي بالقلم ده واحد، وراها 1.2 وراها 1.4 هي بتزيد لجوه، وبعد كده ايه 1.6 1.8 هتلاقي 2. ال2 ديت اول ما تلاقيها يبقى هي دي الدايره اللي تمشي على السيركمفرنس بتاعها اللي هي الحمراء اللي قدامك دي، هي دي دايره الريال بارت ايكوال 2 او النورمالايزد ريال بارت ايكوال 2. يعني مثلا اللي انا هعلم عليها دي اصغر ار ايكوال 3 لكل الناس اللي كانت مثلا ده ار لود نورمالايزد ايكوال 3. اوكي تمام، هي باينه قدامي في الورقه علشان انا كنت فاكره ان ال2 دي هي هتبقى السنتر بس طلعت السيركل نفسها. لا 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 مش هتبقى السنتر، مش هتبقى السنتر، ده ديت تتريس بيها الخط بتاع الكومبليت سيركل. سنتر السميث شارت عند رقم واحد، مهم قوي تبقوا عارفين السنتر بتاع السميث شارت ده مهم جدا 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 جدا. سنتر السميث شارت فين؟ هي مهم جدا في حل المسائل وهتستفيدي منه جدا. الترسيبي ده السيركت بتاعتك دي وانت بتحليها. يبقى احنا اتعلمنا ازاي نلوكلايز اللود وفين سنتر السميث شارت، وعرفنا ان الماكسيمم فاليوز للجاما واحد او ناقص واحد او واحد واحد، او ان دي مرسومه جاما ريال فيرسس جاما ايماجينير. دكتور بعد اذن حضرتك اتفضل. في الجزء بقى الايماجينري تمام، احنا بس بناخد الرقم از انديكيتور بوزيتيف اور نيجاتيف، لان انا يعني ال1 عندي ما عملتش انترسكشن اصلا مع ال2 غير لما كملت خلاص. يعني هل بس انا لازم تعمل كده فعلا؟ ما هو انت لا مش انديكيتور، انت لازم تكمل على الخط ده لاخره كده. هو تقاطع، ما هو كده كده البرانش مع دايره هيتقطعوا، مستحيل ما يتقطعوش. تمام، انا قصدي النقطه بتاعت 1 هي قبل اصلا الدايره. ازاي قبل الدايره يا باشمهندس؟ على الخط اللي حضرتك رسمته تمام 0.2 0.81، فاحنا جينا عند لو احنا هنقف عند رقم 1 فهي ما عملتش انترسكشن اصلا مع الدايره. لا اللي... لا يا باشا يا باشمهندس امرها علي 1 ديت الرقم اللي بيقول لك فين البرانش اللي تمشي عليه، فانت لازم تكمل البرانش كله للاخر. هو ده البرانش اكس ايكوال 1. محمد عايش يا دكتور؟ لا لا ولا يهمك، ما كلنا احنا كلنا في الشغل في البيت النهارده، ولا يهمك عادي، ما كلنا عندنا ناس في البيت وبيخشوا علينا عادي، احنا خدنا على كده بقى لنا 3 سنين في الزوم. لا ولا يهمك، بس انت محمد فهمت قصدي ايه؟ هو انا كنت بتريس او يعني ببص على الارقام اللي جوه التشارت نفسه، ما خدتش بالي ان حضرتك لا بتعمليها على الدايره الاكسترنال سيركل اللي بره. لا لا ما ده السكيل بتاع الايماجيناري بورد، بس انت بتاخده من فوق وتكمل بيه بقى لجوه يعني لغايه الدايره اللي انت بتدور عليها. ايوه يعني لا انا كنت فاكر بقى ان حضرتك يعني ايه 0.2 0.4 اللي هي الخط اللي حضرتك رسماه، فعشان كده وقفت عند ال1 فاللي هي اصلا ما حصلش انترسكشن. ايه 0.4 فين دول؟ الخط اللي حضرتك رسماه لو حضرتك مشيتي فيه هتلاقي 0.2 0.4 0.6 0.8 1
ويف. ايوه ما هو ده ما هو ما لا بص بقى 0.2.4.6 هم دول نفس اللي فوق برضو على فكره. ما هو ده 1 برضو اهو، بس هو عامل سكيل فول وسكيل تحت عشان الناس اللي بتشتغل تبقى عينيها متحوقه. ده اللي انا عايز اقوله لكم. انت طبعا على سميث شارت دي يا جماعه ممكن تلاقوا فيرجنز على النت بالالوان، انا انصحكم اشتغلوا على الابيض واسود وتعودوا على حل المسائل عليها عشان هي دي اللي هتيجي في الامتحان تمام. عشان ممكن تنزل لقيت حلوه بالالوان مش هتعرف تطبعها كتير غير انها مش تيجي في الامتحان. انا هبروفايد سميث شارت اللي هي الفايل البي دي اف اللي انا بعته لكم على التيمز ده، ولا هرفعه على ال ام اس. اطبع اطبع سميث شارت كتير واشتغل عليها، كل مساله اعملها على واحده عشان عينيك طبعا الناس لما بتتعود على السكيلز الرفيعه ديت وانك تشتغل عليها يعني بتاخد وقت شويه. زي ما قلت لكم انا في المحاضرات اللايف بخلي الطلبه تشتغل بايديها، كل مساله انا بكتبها بيحطوها بايديهم عشان ياخدوا فتره تريننج كويسه قبل ايه ما يروحوا يحلوا الشيتات او المسائل اللي عليها، لانها مساله سهله في الاخر وفي الامتحان بتبقى من المسائل اللي يعني الطلبه بتسميها شبه مضمونه، فبيبقى مش شايل لها هم يعني تمام. فبس محتاجين نتعلمها ونفهم السكيلز اللي عليها، وانس ان انت بقيت فاميليارايز بيها هتلاقي المواضيع سهله ايه وبسيطه جدا ان شاء الله تمام. احنا فاضل لنا يعني بالظبط سبيس شورت. ايوه اتفضل. هو في الاكزامبل ده فين السنتر والحاجات اللي احنا قلنا عليها وكده يعني، ولا احنا مش هنستخدمهم بعد كده في الرسم؟ لا 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 استعمليهم طبعا. السنتر يا باشمهندسة هو عند اللي هي واحد اللي انا هبوظ السبيس شورت دي اللي هي الحته دي. بص شايفه دي النقطه اللي انا بعلم عليها بالقلم وبلف كتير قوي قوي اللي هي تقاطع واحد مع واحد اللي هي دي، ده الزيرو بتاع سميث شورت. لا انا قصدي الزيرو بتاع الدايره الاكزامبل، يعني زي ما خدنا مثلا لامدا على 2 باين ومشينا ولا كانت ايه يعني الدايره اللي هي بتاعت لا لسه اللي هي كانت في ايكويشن السيركل يا اللي هي في ايكويشن السيركل. فين السنتر وفين الريديس؟ احنا كنا كده بنشرح ازاي الدوائر دي مرسومه. بس لو انت عايزه مثال اللي احنا كنا بنقول عليه فادي دايره ار ايكوال 1 اللي انت كنت بتحاولي ترسميها معايا في البي دي اف. ادي ار ايكوال 1 انا هحاول امشي عليها وطبعا ممكن تتاخر شويه بس يعني ايه ادي ار ايكوال 1 اللي انت حاولتي ترسميها. السنتر بتاعها فين؟ في نص المسافه دي بالظبط. يعني لو الخط ده ليه سكيل اعملي يعني في نص المسافه دي بالظبط معايا. ده بقى اللي انا كنت بشرحه في البي دي اف ازاي انت شايفه السميث شارت دي او اترسمت ازاي او الريزون بيهايند شوينج ات ذات واي. بس مش هستخدم بعد كده في الاكزامبلز يعني مش هجيب السنتر والحضور. بس انا بفهمك لا لكن السنتر اللي هتستعمليه مهم قوي هو سنتر سميث شارت انت تبقي عارفه ان هو ده اللوكيشن بتاعه لانك هتستعمليه في حل يعني هتشتغلي بيه مهم تبقي عارفه مكانه فين كويس قوي. سنتر سميث شارت اللي هو الانترسكشن بتاع الاكسيس جاما ريال وجاما ايماجينال اللي هو الزيرو اللي احنا قلنا عليه. انا عندي سؤال، هو الاكسيس يعني جاما ريال هو الهوريزونتال ده صح؟ ايوه. الايماجينري هو سيركل هو ده؟ لا مش سيركل، هو الفيرتيكال اكسيس اللي لو كان موجود هيبقى فيرتيكال اكسيس بس احنا مش مرسوم على جوه سميث شارت. طب فيرتيكال اكسيس يعني بدايته فين منين ولا اصل احنا كنا بتحبي ارسمهولك هيوصل بين سمبلي بين واحد اللي تحت وواحد اللي فوق بيعدي على السنتر لو هو مرسوم بس هو مش بيبقى موجود. انا قصدي ماشي، انا قصدي ان احنا لما جينا في الايماجينري بارت هنا طلعنا على الاكسترنال سيركل وقعدنا ندور على الواحد ما مشيناش على فيرتيكال. ايوه انت بتدوري ما مشيتيش على الفيرتيكال بالظبط كده لان انت في الاخر بصي يا باشمهندسة انت في الاخر هو ده بيديكي انديكيتور البرانش ده خاص بانهي جاما ايماجيناري مش بيقول لك وقعيها على الاكسس. انت فاهمه قصدي؟ لان احنا اتفقنا ان جاما ايماجين كل كيرف بكل برانش انت اتعلمتيه از ريليتد تو سبيسيفيك فاليو فور سيرتن جاما ايماجيناري صح؟ او سيرتن اكس ال لود. فهو بيقول لك ده مش جاما ايماجيناري بكام؟ ده بيقول لك لما اكس لود بتاعتك او الرياكتيف بارت اللود بتاعتك تبقى 1.2 فعشان كده ملهاش دعوه بالفيرتيكال اكسس. يعني يا جماعه الارقام اللي على البرانشات بره دي بتمثل الرياكتيف بارت بتاع اللود. تمام. عشان كده هي ملهاش دعوه بالفيرتيكال اكسس بتاع الجاما ايماجيناري فاهمين؟ تمام. يعني احنا كنا في الاول فالبرانش ده لما نيجي نرسمه ونحط عليه رقم فالرقم ده بنقول لو اكس بتاعت اللود او اكس لود او النورماليز رياكت بارت بتاعت اللود بواحد هيبقى ده البرانش بتاعه، ولو الاكس لود ب 0.9 ده البرانش بتاعه، ولو 0.5 ده البرانش بتاعه تمام؟
يعني لما حضرتك شرحتي كنت بتشرح لنا على اللي هي جاما ريل وجاما ايماجينري، بس احنا في الاكزامبلز هنحل بقى باللي هو بالريل بارت بتاع الامبيدنس والايماجينري بارت، مش هنحتاج جاما. بالظبط كده، لان احنا قلنا في الاخر يا باشمهندس لما انا كنت بتكلم على جاما ريل وجاما ايماجينري كنت بقول لك ازاي اترسمت سميث شارت بالشكل ده، او التو اكسس بتوعها بيمثلوا الهوريزونتال والفيرتيكال بيمثلوا ايه. لكن لما تيجي تحلي انت هتحلي بقيم الامبيدنس بتاعت اللود او بتاع وات ايفر اللي في السيركت بتاعتك، فانت هتتعاملي على الامبيدنس ليفل بس. احنا ازاي مثلنا الامبيدنس ليها علاقه بالايماجينري بالدوائر اللي على سميث شارت. خلاص تمام، شكرا يا دكتور. العفو علي. يعني بصوا يا جماعه انا رجعت سلايد لورا بس، يعني احنا هنا ممثلين ار لود في تو في تو ريكتانجلز في الباوربوينت. احنا هنا مثلنا ار لود واكس ال او الرياكتيف بارت بتاع اللود ان ريسبكت بجاما ايماجيناري وجاما ريال، او هنا جاما ايماجيناري وجاما ريال، عشان كده قدرت ارسمهم على سبيس شورت. لكن لما انت تيجي تحل في المسائل انت هتعرف قيمه اللود بكام وتبتدي تشتغل تبنيش عليه. فالارقام اللي على سميث شارت بتريبريزنت النورمالايزد لود الريال بارت والنورمالايزد ايه الرياكتيف بارت بتاعت اللود. فالارقام دي مش قيمه جاما ريال او جاما ايماجيناري اللي انت هتشتغل بيه، قيمه النورمالايزد امبيدنسز سواء الريال بارت او الايماجيناري بارت اللي انت عايزها. وصلت؟ الباشمهندسات اللي كانوا بيسألوا وصلت؟ اه تمام، شكرا يا دكتور. دكتور ايوه، هو دلوقتي ايوه معايا دلوقتي اللي هو الهوريزونتال لاين اللي عندنا ده بيمثل اللي هو الريل بارت صح؟ الارقام اللي عليه بتمثل الريال بورت. يعني انا بيبقى عندي مثلا الامبيدنس بتبقى ايماجينري وريل، فاي رقم ريل بمثله هوريزونتال، انما الثاني اللي هو الايماجينري لو كان بوزيتيف فبمثله فوق ولو كان نيجاتيف بمثله تحت، صح كده؟ مظبوط يا باشمهندس كلامك. يعني انت بتدور على ريال بورت 0.3 هتروح تدور على 0.3 على الهوريزونتال ده ليه؟ هو مكتوب ناحيه الهوريزونتال عشان تقدر تتريس الدايره اللي هي اولها اللي هي مع 0.3 زي ما انا بعمل دلوقتي. طب هو حضرتك كنت كملتي اللي هو الايماجينري لحد اللي هو لحد لما دخلت جوه خالص كده، فهو انا بكملها ولا لحد لما بعمل انترسكت مع الزد ال ولا ايه؟ هو المفروض ان انت لما تتقاطع مع يعني الزد لود هو عباره عن الانترسكشن بين سيركل الريل والبرانش بتاع الايماجينري صح، فممكن تقف لما تقطع الدايره دي. لكن انا رسمته للاخر بس عشان اوريكم هو مرسوم من اول فين وبينتهي لغايه فين. اوكي تمام، شكرا. العفو على ايه؟ لا مفيش حاجه. حد عنده اسئله ثانيه؟ دكتور، هو حضرتك كنت قلت لنا هتبعت لنا فيديوز شرح حضرتك كنت بتشرحي اوفلاين في سنين فاتت لنفس الكورس. تمام، ايوه موجود، حاضر هرفعها بعد ما اقفل معاكم هرفعها على الام اس. هديت كانت محاضراتي في سنه ثالثه في كورس ما عادش موجود اللي هو اسمه 361، ده كان في اللائحه القديمه في لائحه 2003. بس الكورس ده يا جماعه ما كانش كله ترانسميشن لاين ثيوري او الجزء اللي دوره الدكتور حسين، هو كان جزء حاجه اسمها ويف جايد، ودي حاجه لسه هتاخدوها في الترم الجاي اسمها 332 معايا بقى انا اللي هديها لكم. تمام، فكان جزء ويف جايدز ودي حاجه لسه هتشوفوها الترم الجاي، ممكن تستفيدوا باللينكات دي للترم الجاي. والجزء كان على الترانسميشن لاين سيري، انا ممكن احط لكم لينكات المحاضرات بس الترانسميشن لاين لانها تشانل كامله والطلبه كانوا رافعين يعني كانوا رافعينها كلها زي محاضرات الترم كلها، فبس انا بجايدكم يعني انتوا هتلاقوا المحاضره باسمها يعني. فطبعا دي كنت انا بكتب في المدرج اكني لايف يعني، وزي ما هم كانوا بيشتغلوا هتشوفوا انا كنت بشغلهم ازاي. تمام، ده ممكن يساعد برضه. هي نفس الكونتنت يا دكتور، طبعا انها حاجه صعبه يعني متابعه صعبه، بس والله مش بايدي يعني انا مش عارفه والله النهارده حصل ايه، بس هي فعلا سبيس شورت كمان عايزه لايف اكتر من يعني هتبقى افضل اداء في الاونلاين. خلوا المندوب يكلمني. هو المندوب سامعني؟ المندوب حاضر؟ مش هو ما كلمنيش ولا مره. المندوب حاضر؟ المكتوب بتاعك اسمه ايه؟
الو، ايوه يا دكتور. ايوه يا باشمهندس. ايوه اتفضل. الحمد لله، انا مش شايفه مين بيكلمني، بس انا مصطفى الششتاوي. ايوه مصطفى، انت ما كلمتنيش ولا مره، فايه عشان كده مش عندي على الموبايل. طيب ممكن يا مصطفى تكونتاكت معايا ونشوف ازاي كان ممكن نعمل المحاضرتين بتوع سميث شارت في الكليه. تمام، مفيش مشكلة. واحنا أصلا يعني كنت يعني أنا والمندوب التاني كنت بفكر إن إحنا ننزل فوت للدفعة إن إحنا نحاول نخلي المحاضرتين دول بالذات لايف، علشان يعني الكونتنت محتاج يبقى لايف أكتر يعني. ما هو ده بقى بقولك، لازم نلاقي ميعاد يناسبني او ما يكونش عندي محاضرة تانية او يناسبكم. تمام، فمحتاجين نشتغل على الميعاد ده. انا محتاجة محاضرتين بالظبط عشان اخلص، فمحتاجين نأورجنايز المحاضرتين دول. فممكن لو سمحت بعد اذنك ان احنا نتكلم في الحكاية دي، طبعا بره الليكتشر. انت معاك ماشي. رقم تليفوني اكيد سيد دكتور حسين الدهولة؟ لا ما ادهوليش، هو يعني اللي كان بيكلم دكتور حسين ما كانش انا، كان المندوب التاني، فهو ممكن يكون معاه نمرة دكتور حسين واداله نمرة حضرتك، انا ممكن ابقى اخده منه يعني. طب ممكن بس كلمني على التيمز برايفت، ابعت لي رقمك وانا هتصل بيك، تمام مفيش او مشكلة. نعمل نتكلم ماشي، بحيث نشوف ازاي نقدر نورجنايز حاجه زي كده وناخد مدرج، حتى او واحد واثنين وثلاثه واربعه اللي في البرامج برضو ما شاء الله مدرج كبير قوي بيبقى. فممكن ده لو اتقابلنا فيه مرتين كده في مواعيد نتفق عليها. انتوا ايامكم ايه في الكليه؟ احنا بننزل يوم الثلاث والاربع. الثلاث والاربع. طيب ربنا احنا عندنا يسر الاربع نشوف كده ممكن يعني احنا عندنا الاربع ايه؟ بيبقى مسحوم قوي يعني، احنا ممكن نحاول نخليها الثلاث. طيب هنتفق ان شاء الله، هنشوف ميعاد كده وربنا ييسرها من عنده باذن الله. تمام ماشي يا دكتور. ماشي يا باشمهندس. تمام، فانتوا مطلوب مني طبعا ارفع المحاضره وارفع لكم الفيديو صح كده؟ اتفضلي يا باشمهندس دين. دكتور، هو كنت بس عايزه اعرف اللكتشرز اللي مرفوعه على اليوتيوب زمان نفس الكونتنت بتاع سميث شارت، علشان ما عرفناش نعملها في الكليه. بالنسبه للترانسميشن نفس كونتنت الترانسميشن لاين سيري ونفس كونتنت سميث شارت. تمام، ميرسي يا دكتور. العفو عليك، بس ما تجيش المحاضره عشان هتسمع الفيديو. لا هبقى احضر مع حضرتك اكيد. ماشي يا دين. اوكي، حد تاني عايز تسالني على حاجه قبل ما نمشي؟ دكتور. ايوه معلش، سؤال خفيف كده. هو لا فاضل، ولا حتى لو تقيل، هو فاضل كام محاضره ونخلص؟ اتنين اللي هما يبقوا اوف لاين دولت. يا ريت. هما لو بقوا اوف لاين هيبقوا اتنين، لو غير شوف لاين هنقعد كتير قوي. تمام، شكرا يا دكتور. العفو عليك. ليه أسئلة تاني؟ دكتور معلش، بس الأوفيس أورز يا ريت حضرتك ما تنسيش تردي عليا. حاضر يا نادر، هشوفك الأسبوع ده إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. ها؟ مايكل مراد، اتفضل. اتفضل يا مايكل، غيرت رأيك؟ طيب أسئلة تاني؟ طيب ماشي يا جماعة، أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.